تابعونا، لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر التنبيهات لتصلك آخر المستجدات. وباشير لهذه الحلقة على الفيسبوك وعلى اليوتيوب، وطبعا لمتابعة الحلقة على الفيسبوك وعلى اليوتيوب غادي بلوس ماروك، ديلي بلوس ماروك، الصفحة الرسمية لساعد صدوق. إذن مجددا تحية لكل المستمعين الكرام ولكل المشاهدين، وأرحب أيضا بزميلي المهدي أوزيك. المهدي مرحبا. مرحبا سي سعيد، مرحبا بالزملاء الكرام وكل المتابعين الأوفياء. إذن على بركة الله نبدأ الحلقة ديال اليوم. صحيح أنه غادي نبدأ بخبر مؤسف يتعلق بوفاة واحد من الرجال ديال الإعلام بصفة عامة، الإعلام الرياضي بصفة خاصة، واحد من الأهرامات اللي هو المرحوم بلعيد بويميد. خلينا نقول بأنه في هاد الأيام الأخيرة فقدنا مجموعة من الأسماء، ويمكن نقول بأنه واللي تمثل هاد الوسط الإعلامي المغربي بحال شي منتخب اللي عنده لاعبين كبار ويمكن النتائج ما تتحالفوش. علاش نقول هذا الكلام هكايا؟ حيت بعد نوبة تلقاو انتقادات من الإعلام الرياضي، الإعلام خصو يتطور خصو يتطور، ولكن لما تنشوفوا القامات اللي ضاعت غير في هذه الأيام الأخيرة، كل واحد تبارك الله الله يرحمهم اسمع كبيرة وكبيرة جدا. ماشي كبيرة لأنه بغينا نردهم كبار، حيت المسار ديالهم والكتابة ديالهم والكلام ديالهم هو اللي شاهد عليهم. صحيح. يمكن حنا خدامين كلنا في الزاوية ديالو، وبالتالي ما شكلناش ذاك القوة اللي غتعطينا واحد الصورة. لأنه أنا صراحة تنتفاجئ لما تيكون شوفوا الإعلام المصري والإعلام المصري والإعلام، صحيح ما غنقولش ما عندوش إعلام مصري كاين، ولكن عندنا أسماء اللي تربينا عليهم واللي عشنا معهم، وحتى من الجيل الجديد كاين ناس. إذن خصنا نبحثوا حنا كإعلاميين، نبحثوا على فين كاين هذا الخلل، باش ما تكونش عندنا واحد الصورة ديال الإعلام على أنه إعلام قوي. فما عرف غير مؤخرا الله يرحم الجميع اللي توفى الحسين الحياني، رائد ديال الإعلام ديال التلفزيون والإعلام بصفة عامة، كاتب وعندنا فيه بزاف ديال الصفات. جمال براوي إن كان رجل ديال السياسة والاقتصاد ولكني عاشق للرياضة وتكتب في الرياضة وتفهم في الرياضة. علي بن سيتو وكانت من غير عربي أم بعد ما كمل حتى أسبوع باش تشوفه من الأهرامات الكبيرة ديال الإعلام الرياضي. أنس الحريشي ديال لوبينيو، واليوم تيتوفى بلعيد بويميد. أنا ما هدرش على اللي فاتوا، نتذكر على هاد اللي توفوا، هادي ما كملش تا شهر. فصراحة إلا غندير وقفة عند بلعيد بويميد كان تيدير الرياضة بالمفهوم ديالها عميق، وهي الرياضة اللي تنبغي نهضر عليها أنا دائما. ما كانش يخشي راسو في هادشي ديال ضربة جزاء تسلل وهادشي هذا، لأنه هادشي هذا غيبقى دائما حاضر. كان رجل عنده فكر ديال أنه كيفاش نطوروا الرياضة بالمفهوم ديالها الكبير، بالمفهوم ديالها الحضاري والثقافي، وما كانش فقط غير تيهضر في الرياضة. أولا هما تنقولوا له حنايا الصحفي المثقف، رجل تيعشق للقراءة، ما يمكنش تلقى بلعيد بويميد بلا ما تكون الله يرحمه وطلب يكون هز كتاف في يديه. يعني رجل ديال المعارض ديال الكتاب، هو أول واحد تيكون حاضر وآخر واحد تيمشي. فنان ديال الكاريكاتور، الرسام، دار معارض، ترأس الاتحاد الإفريقي للصحافة الرياضية، التابع للاتحاد الدولي للصحافة الرياضية لمدة 5 سنين. ف صديق ديال كل المبدعين، الفنانة، الرسامين، الممثلين، صديق السياسيين، كل شيء. يعني نقدر نقول لك واحد القضية، الخلاصة هو حنا تنكتشفوا القيمة الشخص حتى تيتوفى. ما نعرفوش حنا كنا فينا هاد القضية، أم أنه إما أو في واحد اللحظة من اللحظات يكونوا عايشين بيناتنا تتبنى الأمور عادية، ولكن راه الأمور ماشي عادية، لأنه بحال هادو ما تتعوضوش بسهولة. لأنه الإنسان اللي تيدير واحد المسار ديال 45 سنة أو 48 سنة في واحد المجال وتيبقى حاضر فيه، ماشي سهل باش الإنسان يبقى دائما مواصل في التألق ديالو، في العمل ديالو الإبداعي، ماشي غير الإبداع بصفة عامة.
يمكن هذا هو العيب ديالنا، العيب ديالنا اننا تنكتشفوا شخصيات يعني ماشي فقط في المجاريف، بزاف ديال المجالات. فبالعيد كان من الاصدقاء الاعزاء، ونقدر نقول لكم بانه كان تي كان مش الناس يشوفوا بانه كان تيدير الان تيخدم مع راديو مارس، تيخدم صحفي في البيان، خدم في لوبينيون، تيتعامل مع بزاف ديال 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 المنابر، كان يحاضر. كان واحد الانسان تيمكن لك انك انت تجيبوا عندك البرنامج اللي تنجح لك البرنامج. وانا تنذكر بانه عاد ولا قلت انا لما كنا في اذاعه التلفزه المغربيه قبل تولي شركه في البدايه السنه ديال البدايه الثمانينات اظن غتكون 85 86 87، كنا بدينا تنديروا الندوات الرياضيه وكنا نديروها في رمضان، وكان دائما الحضور ديالنا كان عندنا بالعيد بوميده. وفي ذاك الوقت يعني الواحد تكتشفه بحال تكتشف شي لاعب كبير. التمرين تلقى بانه محاور بشكل رائع. فرحمه الله عليه، عزاؤنا واحد، وتعازينا الحاره ليه والاسره ديالو، وليداته الزوجه ديالو، والاسره ديال الرياضه، والاسره ديال الاعلام، والاسره ديال المبدعين. لانه كيف ما كان الحال كان رجل تتبان هاد الصفات بعد الوفد، حنا عارفينها لان عشناها معاه. كان يعني لما في الجماعات كانت المواقف ديالو جريئه، القلم ديالو كان قلم تينتقد، ولكن ماشي داك الانتقاد اللي فيه الحقد، الانتقاد البناء، الانتقاد البناء. وكان عنده تصور، تيمكن له يخطا، تيمكن له يصيب، ولكن الرجل ديال 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 المبادئ. الله يرحمه، يعني ما كان دائما تيناديني بسعيد. سعيد. سعيد علاش؟ لانه هذه قصه ديال 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 كاتب باموس الله يرحمه المدرب الجيش الملكي، كاتب ديال سعيد، وكان هو عارف هذه القصه هذه ومشات دائما سعيد. ف بالعيد الله يرحمك ويسع عليك، فإن لله وإنا إليه راجعون. ف تيظهر ليا واخا نبقى نتكلم، اللي غنقول بانه وضعنا في واحد واحد الرجل اللي كان يمتعنا بواحد الشهادات كيتقدمها في راديو مارس. تيدير واحد تقديم، اولا هو التكوين ديالو فرنسي 100%، ولكن العربيه عنده ممتازه وسليمه، بواحد تيهضر بواحد السلاسه. على كل حال فالله يرحمه ويسع عليه ويرزقه الجنه ويصبر العائله ديالو. فعلا سي سعيد، طيب هذه النظره ديال انا عشت معاه. انت كصحفي ولا بد غتكون عندك فكره على الناس اللي ماشي نقول اللي جاورتيهم، ولكن اللي عشتي معاهم في واحد اللحظات، اما ندوات صحفيه واما عيد بوميد الله يرحمه ويوسع عليه في هذا النهار. تعازينا الحاره العائله ديالو الصغيره والكبيره. انا بالعيد بوميد قبل ما نولج العمل في الميدان الصحفي تعرفت عليه كعاشق للرياضه وكره القدم من خلال المتابعه ديالي اي برنامج عنده علاقه بالرياضه وكره القدم، بطبيعه الحال من خلال الاستضافات ديالو في القنوات، لا في الاولى ولا في الثانيه في بعض الاحيان، ولا من خلال يعني الاستماع ليه في القنوات الاذاعيه. قبل ما نقدر تسمح لي الفرصه انني نتلاقى معاه في ندوات وفي لقاءات كثيره. سي بلعيد بويميد نقدر نقول لك واحد الانسان اللي صحفي اعلامي بصفة عامة وإعلامي رياضي بصفة خاصة. علاش؟ لأنه كيفهم كل شيء تبارك الله، الله يرحمه. كان ملم أولا بالثقافة والفن، عنده علاقات كبيرة مع الفنانة، كان صديق الحميم ديالو هو الطيب صديقي رحمه الله. عنده علاقات كبيرة مع صديقي وخوه عنده علاقات كبيرة مع الرياضيين، لا في كرة القدم لا في كرة السلة لا في التنس. كانت عنده علاقه كبيره مع المرحوم رئيس الجامعه ديال التنس مجيد. وكان كذلك يعني مهتم بجميع الرياضات اللي بطبيعه الحال كتمثل المغرب على الصعيد الدولي. وما نساوش يعني كما كنقولوا السي بلعيد الله يرحمه كان عارف بالشؤون، اي شان كيهم المغرب، اي شان كيهم المغرب كتلقى السي بلعيد عنده الراي ديالو، عنده كيما نقولوا مثقف 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 بمعنى انه عارف كل شيء. نعم.
وسي بالعيد كما قلتي سي سعيد راه تكلمت عليه بما فيه الكفايه وربما كون كان الحيز اكثر كنت غتكلم اكثر يعني يعني تميز بالكاريكاتير كاريكاتير في جريده البيان وبيان اليوم يعني خصك تكون عارف شنو واقع باش تفهم داك الكاريكاتير اللي دار داك النهار ماشي ماشي في المقف المجال الرياضي في جميع المجالات السياسي الاقتصادي في ما تكونش على الدوليه اي حاجه ربي كان عطاه واحد داك الخيال نعم ديال الابداع تيجسدوا لي ان الكاريكاتير يعني صوره واحده يمكن لك تخرج بها انت عارف لي كاريكاتير على المستوى العالمي راه نعم. نعم صعب من الكتابه نعم هو تيدير في واحد الكتابات صغار نعم الله يرحمه ويوسع عليه وسي سعيد القيمه ديال بالعيد تعرفت اكثر لما كثروا البرامج من تحرر القطاع السمعي البصري ولا برامج كثيره ولا يعني الحي الزماني للصحافي باش يدل بالراي ديالو ولا كثير مثلا في ذاك البرنامج ديال الضيف الخامس اللي كان مع السندري وادريسي يعني من ذاك الحين عاوتاني ملي ولا مع راديو مارس يعني وليتي كتعرف على الافكار ديال سي بالعيد بشكل كبير هذا هو اللي كان الله يرحمه ويوسع عليه سي سعيد ايوا شنو نقول حنا فقدنا واحد الانسان ولكن غيبقى دائما في الذاكره ديالنا على انه رجل كان مخلص للرياضه عاشق للرياضه والرياضيين وراسو صغير صحيح راس صغير ماشي شي واحد اللي متكبر ولا شي واحد لا اللي قصدو يساعدو فالله يرحمه وعزاؤنا واحد كما قلت ومره اخرى التعازي ديالنا الحاره ليه للاسره ديالو الكبيره والصغيره طيب كنا تنذكروا بالامس تحدثنا على بزاف ديال الامور اللي كانت في نهايه الاسبوع وكنا قلنا بانه ما كانش فرصه اننا نفتحوا الخطوط للاخوان المستمعين ديالنا والمتابعين ديالنا على قنوات التواصل الاجتماعي فغادي ندير غير واحد الاطلاله على بعض الاخوان اللي راسلونا عن طريق الواتساب حاولت ما امكن غير نجمع حيت تقريبا تيتشابهوا المداخلات ديالهم سي سعيد تيقول بانه الحكم باش تعطل سبعه ديال الدقائق هو ان اللقطه كان مشكوك فيها اولا كان تسلل قبل المسجد ما عرف يعني وان كان انا غنرجع داك الشيء اللي هضرت على بالعيد بوميد هذه القضيه كان فيها بزاف ديال يعني التعليقات ديال هذه الحالات ديال المباراه ديال الوداد انا غنحاول غير نوضح واحد القضيه قلتها البارح ونعاود ناكد عليها اليوم لانه راه هي في نهايه المطاف راه هذه الشيء اللي هي الحقيقه هذا الشيء اللي غادي نقول لكم راه هو الحق راه ماشي الحق هي انه غنقول هنا ضربه جزاء هنا طرد هنا ضرب هنا طرد هذا هو الحل ماشي هذا هو الحل انا غنقول شنو هو الحل الحل هو انك تامن بانه واش يدير الحكم غلط ولا ماشي غلط هو الواقع راه هو الواقع وخذوا على انه ماشي متعمد وشي ماشي تحيز علاش لانه تنقول بانه غتجي واحد الكره مشابهه لهذا الشيء هذا وغيمكن يستفد منها فريق الوداد او غيره وباش ما تسمى شيء بانه راه الفريق ديال 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 الوداد استفاد ب يعني بتواطؤ مع الحكم خصها تحيد علاش لانه النهار اللي غتكون واحد ضربه جزاء اللي هي مشكوك فيها لصالح الفريق الخصم غنقولوا والاخر يقول لا هو بالعين تحيزوا للوداد وانا بغيت حتى شي واحد يقول تحيز للوداد ما نبغي يقول تحيز للوداد ما نقول ظلم الوداد خليه هكا اخطاء تحكيميه نشيروا لها ونحيدوا هذه الكلمه بانه حنا مستهدفين الا بقينا باش شكرا ما غنساليوش الاخطاء غتجي وفي نهايه الماتش غادي نلقاو غنلقاو بان عندنا 16 فريق مستهدف وهي ماشي حقيقه ما يعني 16 فريق مستهدف ماشي الحق وغنبقاو دائما فاشيه خليوها كما في اوروبا راه يمكن مثلا بن عطيه هو اللي دار واحد التصريح في هذه المباراه ديال اليوم مع مارساي ولكن دار تصريح بحال ديرونا في المغرب ها هو غادي لجنه تاديبيه قال لهم لا فين ما تنشوف هذا الحكم تنقول واه اللي غادير الامور لا هما بالنسبه لهم يمكن هو بالنسبه له عبر على رايه ولكن ايش قالوا له؟ قالوا انت راك مسؤول ما عندكش حق في انت محب قولها قالوا انت مسؤول ومسير ما خصكش تمشي في هذا الاتجاه لانك غتدخل شي حوايج جديده عندنا هنا ديال انه غنبقى نقولوا بانه هذا جاي قصد هذا شوف الناس فين بغاو يوقفوها
فين بغاو يوقفوا؟ علاش؟ لانه تنقول بانه المسؤولين ديالنا الله يجزيهم بخير ما خصهمش يمشيو في الاتجاه. ما عاد لك واش المسؤول باغي يمشي يرضي الجمهور؟ الجمهور عمره غيترضى، حيت الجمهور من حقه غيبقى يقول لك غيقول لك مثلا بانه حنا مظلومين، خص تقول بان انا غنمشي نبين للجمهور بان تندعم على الفرقه ديالي. لا ماشي، ما تخدموش بهذا الشكل هكايا. لا، المسؤوليه تقتضي بانه تندير شي امور اللي غنصبر على الانتقاد ديال الجمهور ولكن في الصالح. بحال الشكل ديال شي واحد تيكون تيسير التسيير ديال الامور ديال ديال ديال, ديال, ديال البلاد. بزاف ديال الامور اللي الواحد تيديرها ولكن تيديرها مزير على ان كاين ظروف. الا بقيت دير الخاطر لعباد الله، ايوا صافي، ما ندير الخاطر لعباد الله حتى ما تمشى. علاش؟ لانه الواحد تيقول انا بغيت، انت باغي وهذا باغي، ولكن انا بغيت نعطيك، ولكن تلقى ما عنديش القدرات باش نعطيك. شنو غندير؟ غادي نصبر. ماشي يقول لك راه عندك الحق وصافي خسر عطيو. لا لا. ولهذا علاش نقول هادشي هذا؟ حيت لا، هنا طرد غيجيو حالات اخرى. وإلا كانت حالات اخرى لفائده فريق اللي تظلم اليوم، ما غنقولوا شيء بانه راه الفريق عوضوا له، والا غنبقاو هذا عوضوا له عوضوا له، وغندخلوا هذا الحكام اللي هو باقي جداد، غندخلوا في الخانه ديال انه هذا يساعد هذا الفريق وهذا يساعد هذا الفريق وصافي، وغنمشيو حتى واحد الى شحال تيحكموا 10 سنين ولا 15 عام على حسب السن، وغنمشيو حتى 10 سنين وحنا عاوتاني هذا اللعب هذا البارودي مع هذا وهذا مع هذا، يلا قد دابا على البارودي ما عقلتش على الاخرين، بارودي مع هذا وهذا مع هذا وهذا مع هذا، يظهر لي ما خصناش نمشيو لهذا الشيء هذا. تنقول هذا اللي مصلحه، اللي بغى مصلحه الرياضه، اللي بغى تقلب على مصلحته باش يرضي الجمهور، من حقه يدير بلاغ الاول والثاني والثالث، الله يعاون ما كاين حتى مشكل، ولكن ما غنخدموش الرياضه. نعم نهائيا. لان غيقول لك فريق بحال هذا تيتشكى، اش خليتي لوحدين اخرين؟ لا، ما خليها باش النهار اللي تجيك واحد الكره حتى انت ضربه جزاء مشكوك فيها وخديتيها، غنقولوا غلط ديال الحكام او انه تقدير ديال الحكم هو هذا، وما غنقولوش بان الفريق الحكم راه تحيز لك. والا بغيت تقبل هذا الوضع ما كاين حتى مشكل. نعم، متفق معك سي سعيد، لانه هذا المجال اللي الا تفتح ما غاديش نساليو كما يقال. هذا الفريق يحتج وهذا الفريق يحتج، وغادي يصبح عندنا في نهايه الموسم تقريبا كل الفرق دارت بلاغات احتجاجيه على التحكيم. انا كنعتقد الناس خصها تامن بانه كان الاخطاء في التحكيم. برافو عليك. وخصهم يامنوا بانه خصهم حيت حتى الا كانوا اخطاء. انا كنظن الفريق القوي واللي تيقف في الامكانيات ديالو ما يمكنش الحكم غادي ياثر على النتيجه ديالو في المباريات ب 30 ابدا. ما يمكنش. الا كانوا اخطاء تحكيم يقدروا يكونوا في بعض المباريات، ما يمكنش يكونوا في 30 مقابله ضد فريق معين، ما يمكنش. وحتى الا كانوا يقدروا يكونوا لصالح ديالو في بعض المباريات اخرى. لذلك كنعتقد، خصوصا انا شوف انا سي سعيد، انا كناش الفرق الكبرى اللي خصها تكون رائده وقاطره ديال القدوه ديال الانديه المغربيه كامله، راه خصها هي الاولى ما تزربش. حنا في الدوره الثالثه، دابا حنا في الدوره الثالثه باقا 27 دوره. إذا كنا في الدوره الاولى اللي غنبقاو نقولوا بانه راه حنا مستهدفين، ولهذا من الافضل من الافضل انا هذه القضيه اللي تنقولها ما تنقولهاش من باب الضحك، باب الجديه. الا كاين شي واحد يتطوع، شي واحد يتطوع نبداو نديرو يدير واحد اللائحه ديال الاخطاء التحكيميه. ياك اليوم الوداد تحيدت لها ضربه جزاء، تحيد لها الطرد، ما كاين حتى مشكل، نقيدوها نجيو للدوره الثانيه ونبقاو غاديين. جي واحد النهار يقول لك بانه المول ديالو جيا تحيد لها ضربه جزاء مع الوداد ونقيدوها. دونك بصفه عامه انا عارف خلي بالمول ديالو في القسم الثاني، ولكني في نهايه الماتش غتلقى. ما بغيتش نجي واحد النهار يجي واحد يقول لي شتي الحكام كان حيد لنا ضربه جزاء نهار الفتح مثلا، وانا عارف بانه الفريق كان استفد من واحد ضربه جزاء مثلا مع الجديده. الا جا انا قلت له وهذيك ديال الجديده كي تحسبها؟ غايقول لك وهذا رد لينا البال. فهمتيني؟ يعني الا بغينا نديروا هذا الشيء هذا غنبقاو نحطوا غنبقاو نقولوا بانه اليوم تظلمتي وغدا استفدتي، وغنبقاو نحطوا في نهايه المطاف يسالي موسيم يقول لي ودي راني الحكم راه حيد لنا اربعه ديال ضربات الجزاء. ايوا غنقول له ولكن راه عطاك سته ديال ضربات الجزاء كان فيهم الشك وحتجوا عليهم فرق اخرى. وغنوليو نقلبوا على نديرو داك الكومبونساسيون وغنقولوا لا. اذا خلي هاد الامور على ان اخطاء تحكيميه او ماشي حتى اخطاء تحكيميه وسوء التقدير ديال الحكم، ودخلوا في هذا الاطار.
الا دخلنا في اطار ديال انه هذا الشيء راه حنا مستهدفين، حنا مستهدفين، راه كاع الفرق كلها مستهدفه وكل واحد غيشوف غير الجانب اللي حس به انه تضر، الجانب اللي ممكن يستافد منه ما غيهضرش عليه وما غيتكلمش عليه. نعم. هذه النقطه الاولى، حيت قلت لك انا بزاف ديال الناس. سي حسين قال لك سيدي واش شتي الطبيب البارح دخل عند رودري من موراه خرج اللعب اسباني، شي تعليق على هذا الموقف؟ دابا هذا رودري، هذا رودري ديال السيتي تضرب تضرب، يعني حدو في انجلترا اللعب تيدخل الطبيب، تيدخل الطبيب المدرب بسرعه تيقول له واحد نوض هذا دخل ووقف على رجليه، يعني كان باغي كان باغي يواصل في هذا المطاف. شي لقاو انه داك سميتو القطع داك سميتو الرباط الصليبي تسميتو صافي مشى موسم سالا كامل سالا. رودري هذا اللي مرشح باش يدي كره ذهبيه. نعم. ودابا غوارديولا بحال تي تي تعاطف معاه، تعاطف معاه قال لهم ودي بانه يعني الهديه اللي يقدموا له يعطيه الكره الذهبيه، هو من اللعابه المزيانين. من يعني دابا بالنسبه للسيتي دابا راه عندهم شحال هما يعني واحد يعني يعتبر هو احسن لاعب وسط ميدان دفاعي في العالم. رودري، رودري من احسن اللاعبين في العالم، يعني الاخطاء ديالو قليله وقليل جدا وعنصر مؤثر، وهو يمكن 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 السيتي تاثروا بالغياب ديالو الموسم تقريبا موسم سهل بالنسبه ليه. هذا راه ناض كان شحال باقي راه يلعب الناس ما تيعرفوش حيت هو خرج تيمشي على رجليه وما قادرش. الراديو لقى بانه انتهى. اذا هذا السيتي يقول لك اودي على حنا في هذيك المقابله اللي شفنا ديال المكناس ولا ديال شكون اخر الزمره، الزمره حسنيه ومكناس مع السوالم، لا ما كلشي طايح. لا لا هذا كلشي طايح. والمحمديه مع اسفي، المحمديه مع اسفي، لا ماشي المقابله، جوج المقابلين تزاملت وقيله مع شي مقابله اخرى، تزاملت مع الجيش مع المهم تزاملت مع شي مقابله اخرى. الا ماشي شي مقابله الا كانت عندها شي تزامن مع شي حاجه اخرى اللي كتبان لي اكثر اهميه. علاش نقول هادشي هذا دابا؟ حيت هاد تنذكروا حنا على الاصلاح ديال الكره، الاصلاح ديال الكره وخاصنا نديروا اصلاح، والاصلاح كلشي كيساهم فيه اولا صحيح. ما كاينش اصلاح، حتى الناس يطلبون تقول لا الصحافه خصها تكون ترتقي لواحد المستوى. اي ولكن احنا بغينا نرتقي لواحد المستوى، بغينا نقدموا واحد الخدمه. الانديه بغينا تنصبوا الملاعب وتنصبوا يعني بزاف ديال الامور، ولكن اللعابه راه ما خدامينش، ما دخلينش في هذه العمليه هذه. اللاعب يقلب لراسو. طيب ندير واحد الفاصل ومن بعد نرجع للمستمعين الكرام. جدد الترحاب بكافه المستمعين الكرام، انتم دائما مع برنامج نقاش في الرياضه في تواصل مع المستمعين الكرام رفقه زميلي المهدي اوبزيك. واحد الاخ يقول لك الاخطاء في عصر الفار عباد الله زعما يعني بحال علم شنو كلشي غلط. اسبانيا واحد الضربه جات تعطات لريال مدريد الاخرانيه هذه راه باقي فيها نقاش كبير. قبطوا داخل لا طاح هذاك اندريكي، هو اندريكي ملي قبطوا باش عطاو ضربه جزاء اللي الكره اللي ما خلاها ما خرجتش يعني قبطوها وقع يقبطوا طاح لداخل برا لداخل بقى فيها نقاش. سي سعيد دابا بغينا نعرفوا دابا حنا واش الاخطاء ملي ولا الفار عاد كثروا ام ولاو بدرجه اقل قبل ملي يكون الفار؟ انا في اعتقادي قبل ما يكون الفار ما كانوش هاد الاحتجاجات بهذا الشكل. دابا حيت ولا كي غنسميه ولا اللعابه ديالنا وهي اللي تنهضر عليها دابا الان اللعابه ديالنا ولاو تيقلبوا على شي حوايج باش يامبليكيو الفار. واش فهمتيني؟ دابا غير تهز الكره في داخل منطقه الجزاء من تطلع شي واحد كلشي يقبط يقول سير الفار الفار المهم سير الفار، حيت الفار ممكن يساعد ممكن يساعد. علاش؟ حيت الصوره 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 تتبين لك بعد نوبه. نعطيك مثلا تيبين لك بان مثلا شي واحد دفع، هذه خص الحكام يديروها مزيان في بالهم. الا ما داروش حنا راه ما كاينش فهم ديال الكره. راه في اوروبا تلقى بان شي لعاب مدافع دفع مهاجم، دفع مهاجم في قلب المنطقه ديال الجزاء او شدوا قبطوا بعد نوبه تتكون ديك القبطه غير العاديه حيت القبيط في الكره كاين عادي، قبطك راه كاين عادي عباد الله، شبطوا تردونا شي كره القدم ما كايناش.
الا جينا نديرو الفار على ضربات الزاويه مثلا راه خصنا نوقفوا غادي نلقاو 20 ضربه جزاء حيت قبطني نقبطك عاديه. اخر مقابله اللي شفت في اوروبا كان اللي تيدير وقيله تيدير التحليل واحد لاعب فرنساوي نسيت السميه ديالو لقيتو تيقول لك الشيء اللي تامن امن به قال له ما كايناش ضربه جزاء وقالوا الفار ما حيطو ضربه جزاء ولكن يا بنتي غتلقى بانهم تيتجروا قال له هذاك تيجر الاخر تيجر واش فهمتيني كيفاش والمدافع كان اقوى انت جريتيني انا جريتك الاخر غيطيح ما يصفروش ضربه جزاء هنا غيصفرها هنا علاش يقول له قال له بانه هذيك الجران في قلب منطقه الجزاء تيكون وقتاش تيكون ضربه جزاء واضحه في الوقت اللي تيشدك والشده ديالو بحال داك ديال المصارعه ما تيخليكش تفك اما الا شاف بانه داري الدو عليك هكايا وبامكانك انت تهرب بامكانك دابا انت الا شي واحد يجري عليك وبغى يقبطك ما يمكنلوش يشدك ما عاد يشدك بقوه يمكن تنطر منه حنا لا دابا مع كامل الاسف هو غير تيقيسك هكايا تطيح لما تمشي للفار لما تمشي للفار تيبين له راه قابطو تيقول صافي ولكن ديك القطره ما تطيحش راه هذا هو الفهم خاص الحكام يكونوا ذكيين وبالذكاء ديالهم غادي يربيونا حنا اللي تنتفرجوا على انه اليوم الى انا قبضتك كاين بعدو ما تيبان لك بانه قابطو من من من, من القميص ديالو ياك تتبان القميص بالله عليك واش كاين شي لعاب اللي غادي يقبط مهاجم من القميص ديالو بجوج صبعان وغيوقفوا يعني واحد تيجري عنده فيه نقولوا فيه 70 كيلوغرام ومع الجره غيولي الوزن ديالو كثير انا غنقبط له المايو ديالو باربعه ديال الصبعان ولا بثلاثه ديال الصبعان هو تيطيح والله ما صفرها ما يمكن لك تقول حتى تحس به تيتنطر منه بالفعل تيقول ما خلاش يزيد هاد الشيء خصنا نفهمو دابا حنا الفار عندنا مشكله حتى دابا شنو دابا اللاعب تيسبق الكره داخل منطقه الجزاء ويخشي رجلو بين الرجلين الا مشيتي للفار راه ولا بودا غتلقى يمكن الرجل ديال المدافع ضربات فيها ضربه جزاء ما خصش يتصفر هادشي هذا خاصنا نتعلموا هادشي هذا وخاصنا الجمهور يولف هادشي هذا والجمهور حتى في اوروبا تا هو تيغوت تيغوت ولكن تدوز ما تيقولش بان الحكام راه اذا حنا هادشي ديال الفار اللي هضرتي عليه الفار يعني مديون باش يعاون ولكن حنا حولناه رضينا بانه كيفاش غنستافد انا من الفار هذا الى تحدثنا الاحتجاجات ديال الفرق واللاعبين اما الى تحدثنا سي سعيد على الحكام الحكام ولاو كيعولوا اكثر على الفار ولاو دابا قرارات واضحه ما كيقدروش يحسبوا فيها ويعطوا فيها قرار نهائي تيتسناو الفار ديما تيتسناو كونفيرماسيون لا تاكيد ديما تيتسناو التاكيد هو ما تيقولوش بانه هو الحكم تيصفر الى الحكم بسرعه قال له ما كاين والو راه غادي يلعب الى شي ملي شفتي ديرو هكا بلاتي راه ماشي هو قال له ودي شوفوا لي هادشي هذا ما عاد الا هو طلبها اما هما بعدو ما تيقول بلاتي نتاكد يعني راه ماشي بالضروره بغيت نقول لسي سعيد مثلا دابا الحكم ما بقاتش عنده مثلا جرأة اكثر باش يعلن على ضربه جزاء ربما واضحه اكثر يعني الوضوح فيها اكثر من الشك كيتسنى حتى ينادي عليه مثلا الفار يقول لي شوف هذيك اللقطه اي ضربه جزاء فيها تاكيد لا وقبل ما دابا قبل ما نمشيو للفار عندك القرار ديال الحكم اغلبيه الحكام ما بقاوش كيقدروا يديروا القرار ديالهم من الاولين كيتسناو مثلا الى ما كيصفراش هو حتى كيعيط ليه الفار مثلا لا هذا غدخل في حساب انه ما بنتلوش ما غدخلش بانه حيت هو شوف ضربه الجزاء كيصفرها كي ما صفرهاش ولا بد الفار غادي يحسم فيها فهمتيني بالتالي الى صفرها هو الا ما صفرهاش تيكون عنده ما الفار خصو يكون مساعد تكون الفار خصو يكون مساعد للحكم اي هو راه مساعد دابا راه مساعد يعني خصو ياخذ القرار ديالو ساعدو ماشي انا غنساعدك الا خديتي القرار الا خديتي القرار وشتا انا زكيتك راني ساعدتك سهلت عليك الامور ولكن المساعده فين غتكون المساعده غتكون هي لانه انا صفر ضربه جزاء وهي ما كاينه شيء مو الفار تيقول انا غنعاونك شنو راه ماشي ضربه جزاء راه مساعده المساعده ماشي بالضروره ان نمشي معك في الخط المساعدة تنساعدك انا عاونتك يعني انت كنتي غلط يعني واحد شي واحد تيدير امتحان دار 6 زائد 6 دار 13 قلت لك راه ماشي 13 عاود الحساب ديالك غير عاود الحساب ما قلتلكش عاود الحساب ما قلتش لك راه غلط عاود الحساب ديالك واش فهمتيني يعني بحال هذا الشيء هذا
يعني بالنسبه لي انا الحكم صفره او ما صفره شيء، حيت ضربه جزاء دائما تاكيد ديال الفار، خو يكون على يقين، ما كاينش ضربه جزاء دابا تتقذف بلا ما يكون التاكيد. بحال دابا الى حكم صفر ضربه جزاء واش تظن بان ما الفار تقول لا ما ندخلوش فيها؟ لا تاكدها ضروري. بحال الاهداف ياك الاهداف تتسجل تكون باينه، وانا تقول لا ربما يكون شي تسلل ما شفنا شي حنا من بعد. يعني هذه باب المساعده، ان يلا الى المساعده خلي الا ما رضيتش البال شي حاجه. اللي صعيب هو انه تتحس بانه مول الفار يعني بحال باغي يركب على 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 المقابل وغيبقى يسيرها كل ساعه اجي كل ساعه اجي. لا ضربت اخطاء بعنايه في الحمراء لا مادام الحكم القانون تيعطيهم اربعه ديال الحالات اربعه ديال الحالات يتصرفوا فيهم كيف ما بغاو. انا اللي غنهضر عليه لا بالنسبه للحكم ولا بالنسبه لمولي الفار، وهذه مسؤوليه ديال مولي الفار. مولي الفار هذاك القبيط الا شتك شي واحد راه شفنا هذه المباراه اللي المباراه ديال الريال وقيلا ماشي هذه اللي قبل منها ديال من ديال شي لعاب اللي تفرض ضربه جزاء تفرض ضربه جزاء وعيطوا لسميتو الحكم شاف القبيط ديال مشاو للفار. وانا باقي تنعقل داك المعلق الفرنسي مع داك الكونسيلتون ديالو هما بداو يعطيوه الصوره ديال الرجلين، الرجلين ما فيها والو وكثروا في الرجلين. هذاك المعلق قال له دي راه ما راه ما راه لا ماشي ما لا قال له راه ماشي هادشي اللي تيقلبوا على ماشي هادشي على صفر الحكم ضربه جزاء، راه صفر على 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 الجران ديال 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 المايو على المايو. من بعد ما تاكدوا بان الرجلين ما فيها والو عاد دازوا اللقطه ديال المايو. شنو لقاو في ديال المايو؟ لقاو بانه اللعاب ديال الوقيله واش يمكن ديال الريال ولا المهم واحد اللعاب اللعاب قرب يطيح وهذاك المدافع بالفعل شادو من هنا شادو وباينه مجروره مجروره داير له هاد الشده هكاك، ولكن هو كان باين طايح قبل ما يجرو ما صفرهاش ضربه جزاء. هنا غير صفرها ضربه جزاء يقول لك باينه الجره كاينه كبيره ولكن هما عندهم هاد التقدير. اللعاب اللي جوج ديال الحالات شفتهم، وحده في في بزاف انا اسباني وانجليز وحده في المغرب، وحده في المغرب شكون المقابل ما تبقاش حقيقه نكتبهم. واحد مشى انفرد انفرد بالحارس المدافع قرب ليه المدافع تعرف المدافع تكون تجري لا شعوريا يمكن لك دير ديك على كتفه حطيتو على كتفه الاخر حطيتو على كتفه الاخر طاح ورقه حمراء في المغرب في اوروبا جروا من المايو الاخر طاح قالوا لا بغيتي تطيح قالوا كان بامكانك انك تقاوم حيت الرياضه هي هذه يعني واش غير اللي شدك شدك نجرك لا قالوا داك يعني كان خاصك مثلا تمشي تزيد تكمل الجريه ديالك ويزي عاود يجرك عاد تقول بانه طيح خصو يطيحك ماشي نتايا كما تنقول على سبه. وهادشي اللي خصنا انا هذيك اللعاب اللي تيمشي يبحث على ضربه جزاء اللي قبض الكره تتشوفو تيقبض الكره وما تعرف حتى يدريبل تيقبض الكره وتيتم غادي وتيقول سبع صحابو تيقولوا ادخل الكاري ادخل الكاري شنو الكره هادي شنو هادشي هذا جمهور عاجب تيسال لا طيح ادخل 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 طيح لا شي ما خصوش تحيد لا الا بغينا نخدموا الرياضه الا بغينا غير نربحوا النقاط وديو البطوله وحنا دينا بطوله 17 18 60 مره ما كاين حتى مسير بهذا الشكل هكا النهار اللي غنتلاقاو مع الفرق ديال بصح ما غيرحمونا شيء. ها انت شي دابا البطوله الافريقيه احنا دابا الشامبيونز ليغ الرجاء والجيش الملكي وبركان خصهم ما يمشيوش بالتحكيم ديالنا ابدا لا ما كاينش ديال طيح لا ما كاينش لعب الكره الى قاسوك راك طايح الى ما قاسوكش نعود اتفق معك ايوا هادشي اللي يمكن يقال. طيب نذكر الاخوان بالارقام الهاتفيه للتواصل مع البرنامج الارقام ديالنا 0526-666-066 0526-666-067 0526-666-068 وعيد 05-20-666-068-025-20-667-065-20-068-068 او للتواصل عن طريق الواتساب في الرقم الهاتفي اللي هو 06-19-91-91-91 06-19-91-91-91 السلام عليكم سي سعيد سي المهدي هذا الطاقم طاقم
صافي لكم. الا ما كاينش اخطاء كيفاش غادي الماركي؟ كاين الاخطاء، الاخطاء كاين الاخطاء ديال اللاعبين، وكاين الاخطاء ديال وكاين اللي ما كاينش اخطاء. كاين واحد تيشجع لك واحد هذا، ما كاين خط تاني شي واحد، كاين واحد وحدين داروا واحد العمليه ما يمكن لك تلوم فيها حتى شي واحد على جميع الاهداف اللي تيتسجلوا تنقولوا بانه راه فيها الخطا. لا، كاين اللي فيها الاخطاء، والاخطاء كاين بعدوبه الفريق هو اللي تيرغم عليك دير الاخطاء. كيفاش تيضغط عليك؟ تيكون الضغط واحد مورا واحد، وحده مورا واحد، ولا بودا تغلط. فين غتغلط؟ غير التموضع ديالك تغلط. نعم، وفي بعض الاحيان كما قلتي سي سعيد تيكونوا عمليات منظمه، ما تيكونش عندهم ما كيكون حتى شي يد الحارس او الدفاع في الهدف، ولكن تيكونوا استثناءات في هذه الحالات سي سعيد. فغالب الاحيان تيكون ضروري من الاخطاء من اجل تسجيل الاهداف. طيب نمشيو عند سي زكريا من الدار البيضاء. سي زكريا مساء الخير. السلام عليكم. الو سي زكريا تسمعني؟ مرحبا. اولا التعازي الحاره ديالي سي بلعيد بويميد الله يرحمه. سي بلعيد بويميد البقاء لله دايم الله. بغيت نتكلم معك على واحد جوج ولا ثلاثه ديال الاهداف كانوا تسجلوا في النهايه ديال هذا الاسبوع. وكانوا الصراحه كانوا من الجماليه بمكان كما كيقولوا. كانت الهدف اللي سجل الفريق الرجاء البيضاوي الهدف الاول. بغيت نتكلم على التمريره ديال بن العمري. اييه كيفاش بالطالون. الا 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 عاودت اللقطه مزيان غتشوف بلا بن العمري ملي بغى يحصر الكره راه سبقاته بواحد 70 حتى 80 سنتيمتر. يعني ما حصرهاش مزيان. هذا هو اللي فرض عليه انه يمررها بالكعب. لانه يكون قذفها مباشره غادي تكون الزاويه مسدوده وما عندوش كيفاش طريقه زعما جميله باش تسجل الهدف. وكان الهدف ديال اللي سجل رودريغو تمريره ديال فينيسيوس بالكسيريو من مؤخره القدم. يعني الى لاحظتي كانوا اربعه ديال المدافعين على خط واحد، كان مهاجم واحد هو فينيسيوس، والكره بحال دازتهم كاملين ووصلت ليه هو. يعني طريقه جميله. بغيت الموضوع الثاني بغيت نتكلم عليه الموضوع ديال الطب الرياضي. كنتي تكلمتي قلتي بالله الاطباء في المغرب يعني ما قلت احترام لهم انهم يدخلوا الملعب ومن بعد اللاعبين ما يكونش مصاب عيطيلهم وما عندهم والو بحال عيطيلهم بيروس للدار وما كاين والو. عندي واحد الصديق عنده واحد الدبلوم في الطب الرياضي كنتكلم معاه على هذا الموضوع وكان نبهني لواحد المساله. قال لي الطبيب الرياضي في الدول الاوروبيه قال لي الاجر ديالو يكاد يعني يقرب الاجور ديال المدربين. قال لي بينما هنا في المغرب الطبيب الرياضي كيكون شويه بحال باغي غير يخدم وما كيكونش يعني ما كيفاش غنسميها ما كيجيش بالثقل العلمي ديالو للنادي. يعني بحال كيكون موظف من الدار في النادي. لا ولا كاينش من علاقه ديال الاجر ديال الطبيب مع الدخول مع اللعاب اللي تيتظاهر بالسقوط؟ شنو العلاقه بيناتهم؟ انا لا غير بسرعه الاخوان تنتظروا عفاك سي زكريا. صافي ما عندكش الوقت ما عنديش. لا غير بجوج كلمات باش توضح لي باش نفهم باش الفكره ديالك. هو اللي بغى يوصل لي هذا الاخطاء حيت هو الاختصاص ديالو الطب الرياضي. هو يقول لي بالله الطبيب الرياضي هنا في المغرب يعني هو ما فارضش الاحترام باش ما فارش الاحترام على المؤسسه باش اللاعبين وباش النادي يحترموا. لان كيجي قال لي النادي كيجي من موقع ضعف يعني ما كيجيش. لا اسمح لي. لا غير اسمح كنت توضح له تقول له ودي بانه هادشي ما عنده علاقه لانه اللاعب تيقلب على انه تضيع الوقت باش يربح واحد 5000 درهم ولا 10000 درهم في المقابله وباغي يضيع الوقت وتيقلب على ضربه جزاء وتيقبط في راسه. فما من تيقولوا له دخل راه خصو يدخل ما يمكنش يقولوا له انت ما عندك والو واخا تجيبوا من المانيا ولا من سويسرا غيلقى اللعاب طايح غادي يدخل يداويه. ولكن اسمح لي استاذ سعيد واش كتذكر الواقعه ديال مورينو مع الطبيبه ديال تشيلسي؟ شنو هي؟ ديال هذه واحد السنتين كانت واحد الواقعه طرات ان الطبيبه ديال نادي تشيلسي كانت دخلت الملعب وكان انفعل عليها مورينو واحد انفعال قدام الجماهير. كانت تشيلسي خاسره وهو شاف بالله هي ساهمت في تضييع الوقت. ما عرفتش واش باقي كتذكر هذا. لا ما قلتش. نادي تشيلسي فرض على مورينو انه يدير ندوه صحفيه ويقدم اعتذار رسمي للطبيبه ديال الفريق والا غيتقال نهائيا من تدريب النادي. هذه بغيت غير نبان النقطه ديال القيمه ديال الطبيب الرياضي وسط النادي. هنا انا
الطبيب الرياضي في المغرب ما فارضش الاحترام بما يكفي. لا 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 كلمه ما فارض احترام بحال غترد الطبيب مسكين داير داير شي 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 ذنب. الطبيب ما دير حتى ذنب تماك في هذا الواقع اللي حكيتي دابا. شنو فيها؟ فيها بانه هو ان بحال قلتي هو دخل في الاختصاص ديال الطبيبه، لانه الطبيب تماك ما تيكونش يتلعب، الطبيب تماك تيكون تيأدي واحد الواجب ديالو، وإلا بقى تماك ما هي لا تضيع الوقت ولا والو. حنا تنذكروا على هنايا، هنايا ممكن تقول تضيع الوقت، ولكن الهي خصو يحترم لانه عارف بانه هذيك السيده خدامه تتأدي المهمه ديالها. هنا علاش غادي على هنا علاش غادي كما نقولوا غيضروا فيه. شكرا. طيب شكرا سي زكريا، بارك الله فيك. سي خالد من مراكش، الاخوان يكونوا مختصر بعد ذلك بخير. السلام عليكم. وعليكم السلام. سي سعيد، بعد قبل التعزيم العشرة الصحابة الرياضية في وفاة قيد أي بالعيد بوميد. سي سعيد، أنا أتمنى هنيئا ثلاثي المغربي بالتأهل إلى المجموعات، ولكن سي سعيد هي أنا تتمنى أنا وقت وحدة تتمنى أنها تطبق الحمد لله هي تجمع كرة قدم على مستوى الإفريقي، لكن تتمنى تنافس على البطولة الوطنية. حتى سألت كنطرح علاش أن هذا البكان ما تتنافس على البطولة الوطنية المغربية؟ لا تنافسوا، الظروف ديال المباريات تخرجهم بأنهم هادشي اللي كاين تينافسوا. لا ولكن هاد العام عنده دراري زوينين تبارك الله. ايوا ممكن تنافس، عندهم دراري مزيان اش ممكن ينافسوا. شي مقابلة تراجع او مقابلات على مستوى الذهب والاياب. عندهم لعبة زوينين، لعبة زوينين. وغادي نشوفوا ان شاء الله لما لا، ولكن هذا مقابلة صعيبة مع اولمبيك السخن. اييه ان شاء الله مقابلة صعيبة. المدرب ديال السابق الكرمة. كرمة اييه. نقطة ثانية بالمرور، أنا تفرجت في ريال مدريد، وتنتا تنتا تعرف كنت تحب العشق تاع النادي الملكي الإسباني، دابا تعريت مدريد، علاش كي بحال مرور كرام من خيار ما كان لا احتجاج لا والو، علاش كرة مغربية خطأ بسيط تردو منو، علاش وكيفاش؟ والمعروفة كل شيء، علاش حنايا الخطأ بسيطة موضوع عليه الحيحة؟ ما عرفتش أنا هذا لا لا هذا الشيء غنبقاو عليه، حنا تنحاولوا نعالجوه مرة مرة، ريتما أنه وصل واحد النهار اللي غادي نوليو حنا بحالهم نتقبلوا الوضع وصافي. دابا حنا غير ضربة خطأ تيدوروا في الحكم ستة الناس، ستة سبعة لا ماشي خطأ، يعني الحكم ديالنا في المغرب ولا ضربة خطأ يعني يستحيل يصفر ضربة خطأ وتلقى بانه مقبوله، دائما فيها صداع. لا ما قصدتوش والله ما قصدتو والله ما قصدتو، هذه الكلمه والله ما قصدتو ولات محفوظه على اللسان ديال اللعابه. لا كون كنت عيب بصراحه، كون كنت انا حكم او كم تاع الماتش جبت الشاشه تاعتي وندير عليها دوار ونجبد بطاقه الحمراء ونقول لهم يلاه اللي قرب عندي الحمراء. لا لا غير الصفر اخر غير الصفر يعطيهم. لا غير الصفر كاع. يا لا سي خالد شكرا لك، غنمشي تي الغير عند سي محا. سي محا مساء الخير. أنتي سعيد. نعم سيدي محا. لاباس. الحمد لله بارك الله فيك. لاباس لا. أنتي سعيد، هادو اللي كيتصلوا خصو يخفوا شوية. إيوا الله يهديهم. ما كاين مشكل، يلا تفضل. عقلتي نور الدين الله يرحمه، النتيجة والتوقيت. أيه أيه مزيان الله يرحمه. أيه. أشوف أنا واش الفرق الرجاء والجيش وبركان. أنا شوية الجيش سعيد ما عجبتنيش، ماشي ما الرجاء وبركان عجبونا. واني نجي شويه ما شوف فين بان لك النقص ها فين بان لك النقصان كاين نقصان في هذاك اللي في الوسط كيشد الكره كيحيدوها لي هذاك اللي كيقولوا كيلعب مزيان نسيت سميتو 24 اييه حريمات كيشد الكره وكيحيدوها ما كيتقل الكره هذاك النقاش راه مزيان هذاك كريم النقاش مزيان واني مازال ماشي بحال الرجاء وبركان شفتهم الرجاء وبركان راه بحال بغاو يطلعوا مزيان كون هضروا في الفرق ديالنا والفريق الوطني واللاعبين ديالنا ما مولين اليوم مدريد ونبقاو نشدوا الوقت بزاف سميتو ايوا غير تعطيو امثله باش ندير واحد النوع من المقارنه هكاك وزلزال سعيد الزوق راه ولا كيبرهن لا مزيان مزيان ولا غادي مزيان الدراري ولا لا بارك الله فيك ما يتعطلوش الناس يلا شكرا شكرا سي محا بارك الله فيك وشكرا على الاختصار الله يخطيك بارك الله فيك سي مراد
دار بيضاء سي مراد. مرحبا. مرحبا سيدي. المهم انا نبدا بواحد سميتو في واحد الحلقه كنت نتصنت ليك وكنت كتهضر على سميتو المتوازيان المستقيمان لا يلتقيان شويه بديتي كتهضر على الحرب البارده فانا بديت نقول مع راسي واش حنا كنديروا نقاش في الرياضه ولا كنديروا نقاش في الرياضيات ولا في التاريخ متوازيان لا يلتقيان ما فين قلت ما قلتش هذا الشيء لا علاش لان كما قال الاخ بالعياشي قبيله ان الاعلامي الرياضي فواحد المرحلة راه كان مثقف وكان ملم بجميع المجالات وحنا انا نقول لك انا كجيل مجموعه من المعطيات اللي تعلمتها والمعارف اللي خديتها راه خديتها من خلال المتابعه ديالي للبرامج الرياضيه يعني الرياضه راه ماشي الدور ديالها فقط هو نتفرجوا ولكن نتفرجوا ايضا اننا نستمتعوا اه صحيح ومن هذا الباب انا كنترحم على الاستاذ بالعيد الله يرحمه اللي كان هو من الجيل ديالكم اللي كان مثقف وكان مفيد وكان انسان اللي كيبغي يعطي تلاقيتو انا في اطارات اخرى اي حاجه مسكين كيبغي يتقاسم معك المعرفه والمعلومات وهذا النقطه الثانيه اللي تيبان لي انا الهدف ديال الرياضه وقلتها بزاف ديال المرات راه هو المتعه والاستمتاع حنا علاش كنتبعوا الكره وكنتبعوا الرياضه بوغ بوغ البليزير ماشي باش نتعصبوا وهنا من الحوايج اللي كان تيدير وقلتها قبيله الكاريكاتور الكاريكاتور هي كتخليك ان بنت شي حاجه اللي كتكون قبيحه وكتسترجعها مسليه وكتستمتع بها لهذا الرياضه انا تيبان لي خصنا نحيدوا على هذاك الشيء ديال الاحتجاجات وهذا ونستمتعوا هذا هو الهدف الاساسي ديال الرياضه ماشي هو نتقلقوا تفاك السي مراد شوف انا نعطيك واحد القضيه غير باش لما جبتي هذه القضيه ديال ان الانسان يستمتع البارح لعبت بيتيس مع مايوركا ولا شكون ماشي مايوركا سيفيا لا لا لعبت بيتيس سيفي لعبوا مع من شو هذيك اللي غلبتهم في الاخر ماشي مايوركا ولا رايو بايكانو المهم على كل حال دوري الاسباني سيفي لعبوا مع شوف ما لعبوا وحده محتله الصف العاشر وحده 11 ياك الملعب ما كانش بلاصه خاويه بيتيس مع مايوركا مايوركا ياك وحده الصف العاشر واحد 11 ما كاينش بلاصه خاويه ملعب عامر ونهار لشنو نهار الاثنين نهار الاثنين ولاعبين مع تسعود الليل ديالهم الناس عندهم ثقافه ديال الملعب غيمشي يتفرج دابا بيتي تخسروا في بلادهم يعني المباراه الجايه تلقى النص ديال الملعب غتلقاه عامر هذا الشيء اللي خصنا نوصلوا لواحد النهار ولكن باقي بعيد بعيد باقي بعيد شكرا سي مراد بارك الله فيك بارك الله فيك بارك الله فيك سي مصطفى من مكناس سي مصطفى سي سعيد مساء الخير مساء النور سي سعيد الله يرحم سي بالعيد بولميد واحد من الصحافه المغربيه يعني ما نكذبش عليك انا التقيت به مرات عدة كيف ما قلتي الرجل المثقف الرجل يعني ماشي غير صحفي كيف ما تنقولوا تيهضروا هذا الشيء تيقول لي واحد المساله ديال الجيل ديالكم اللي حنا كبرنا معاه يعني الجيل ديال الصحفيين ديالكم اولا منكم كيفيه التاثير ديال الصحافه على المتلقي اللي هو حنا اللي هو الجمهور ماشي هاد اللعبات اللي عايشين فيها ما غاديش نقولوا الصحافه ما كاينش حنا ما عندناش الحق ولا المساله هذه غير ولينا كنشدوا في العقاد الراشي نقص شويه من اللعبات الله يسر عليك مثلا باش نقيس الزملاء لا لا ماشي اللعبات على الصحافه لا ماشي ماشي اللعبات ديال الصحافه الشيء السي سعيد فاش كان المنتخب الوطني تيخسر شحال هذه فاش كنتوا كديروا عليه او كنتوا كديروا بلاطو ديك الساعه ايام الاذاعه التلفزه كان الوالد ديالي تيقول لي واحد المصطلح عليكم بالضبط تيقول لي سعيد مزيت شنو مزيت يطلع له الدم تيقول لي اليوم غادي يعطي شنو غادي يعطي غادي ينتقد ماشي غادي يبقى يشد لا هو كان ضربه جزاء لا واحد الحكم ضربه جزاء لا واحد تيقول لي انا هو تيقول لي سعيد الزوق ما تيخافش تيقول لي سعيد الزوق الا كان المنتخب ما مزيانش وانا ديك الساعه صغير ما مزيانش ولا حتى يقول لك المنتخب ما دارش لعبه واخا رايحين والعكس صحيح ولا غادي يقول لي سي سعيد غير الماتش ديال الشيء ديال الوداد مع تواركا انا قدرت نقول لك واحد الشوفه ديالي والله اعلم شي الحكم السي سعيد ما غاديش يشوف ضربه جزاء ولا غادي شي الحكم تبعته كان الحكم كان شجاع لواحد الدرجه ما تصورش السي سعيد ورجع للقطه ديال الفار اللي كان فيها عطى ضربه خطا لصالح اتحاد تواركه وامضار للمدافع ديال الوداد مشى للفار كانوا حدايا شي ناس كنا كنتفرجوا ديك الساعه كلشي مركز على فين مشات الرجل ديال اللاعب انها قصوا ولكن كانت عنده واحد الشجاعه هذيك الساعه انه حيد لافوت اتحاد تواركه واعتبرها بانها ما كاين لا خطا لا شي حاجه لانه اللاعب لمس الكره الاولى وهذيك دابا المشكل في هذيك الحاله علاش هو اصلا علاش عيطوا له اصلا ما كانش يعيطوا له اصلا لانه دار شي حاجه ماشي معقوله وفي البينالتي ديال اتحاد تواركه علن عليه بكل وثوق لانه كان قريب من اللقطه كانت سهله باينه كان قريب من اللقطه واحد الوقيته بقينا كنتسنى واحد 13 دقيقه ما عرفناش اشنو كاين انا باغي نمشي غير لواحد الموضوع في طرف السي سعيد اللي هو المنتخب الوطني المغربي لكره القدم ديال داخل القاع ديال القاع
شاف سي سعيد وهذا هو التأثير اللي كنهضروا عليه فاش كتجي كطالب المنتخب الوطني المغربي للقاعة وطيت هذا المدة هذه وكان عندنا منتخب مستقر وغادي سيطر إقليميا سيطر قاريا وكتجي أنت كيجيو شي ناس وتيكتبوا تيقول لك لا حنا غادي نمشيو نجيبوا لا كوب دي موند اش غنمشيو نجيبوا لا كوب دي موند سي سعيد ها هما دابا شفنا اللاعبين راه ماشي ناقصين كرة عندنا منتخب تبارك الله مازال هو هو ولكن داك التأثير السلبي ديال داك الضغط السلبي اللي تمارس عليهم ديال سيروا جيبوا كاس العالم احنا شفنا احنا الماتش الاول وحنا الماتش الثاني وطبيعي اننا نخسروا الماتش الثالث عباد الله احنا خاسرين كونتر لو شامبيون دي موند البورتوغال راه شامبيون دي موند يعني لا غير خصنا نديروا بحساب انه في مثل هذه المناسبات يعني كتكون باني الفريق ديالك على واحد مجموعه من الاعتبارات في الاخر تيتصاب لك واحد جوج ثلاثه اربعه كاين استثناء ولكن لاحظ بانه اللاعبين اللي كنلاحظ انا والله اعلم هو انه كاين واحد التاثر يعني ذهني اللاعبين ديالنا مأثرين خايفين لا يتقصاو من الدور الاول وخايفين من الويتيام فينال وخايفين كذا باغيين نمشيو لابعد نقطه حنا باغي مرتنا سي سعيد وصلنا للدمي فينال حنا وصلنا للكارت فينال هذا العام او حتى فينا كاع من الويتيام فينال فين هو المشكل هذا راه ورش ملي تيكون الورش سي سعيد نخليو حنا في 2012 تقصينا في الدور الاول و2016 تقصينا في الدور الاول يعني اول مره غندوزو للدور الثاني كانت هي في 2020 يعني ماشي غادي تجي انت وتحط الضغط هذا لانه الاوراق راه كتبقى 21 سنه 30 سنه عاد نهضروا على شي حاجه سميتها كوب دي موند وهذا هو اللي كنهضروا على التاثير ديال الصحافه اللي خصها تكون على الاقل ولو موضوعيه مع راسها باش حتى حنا كمتلقين او المتلقي بصفه عامه اللي هو الجمهور ما يديرش في بالو ديك لا غنجيبوا كوب دي موند تكون مستعد لتقبل كيف ما كانت النتيجه غدا تقصوا في الكاب فينال ولا هشام ديك ما في الدوش ولا عاد لا ماشي عيان هذا واش تقصى من لا كوب دي موند رجيف اللي بغى يهضر على لاكوب دي مون حنا تصريح حسين من الفقوي هذه المره يلا سي مصطفى شكرا لك سي مصطفى نمشي عند السي رشيد من الدار البيضاء السي رشيد مساء الخير عليكم السلام عليكم وعليكم السلام سي رشيد سي سعيد الصدوق للاسره الصحفيه جميعا يا ودي من الله افتقدنا واحد النهار من الاهرامات ديال الصحافه الوطنيه اللي كنا كنعيشوا معاه لا في الكاريكاتير ديالو اللي كنا كنمشيو نشريو الجريده كنتسناوها اشنو غادي يقول هذوك من الناس اللي رباونا ربونا على هذا الشيء اللي كنهضروا عليه الاخ مصطفى اللي كان قبض مني دابا راه لخص يعني قال كل شيء تقريبا هذا الشيء اللي كنا باغي نقول والله يرحم الجميع بالنسبه لواحد النقطه اللي كنت بغيت ندخل فيها هي ديال المنتخب الوطني ديال داخل القاعه راه كانت واحد شويه النرفزه لا على المدرب ولا على الاستاذ وهذا اشنو كيوقع حنا كنهضروا ديما على في اي في جميع الرياضات لا الفرديه ولا الجماعيه كنهضروا على سيرتو انت عندك اللي كيكون عندك كتكون عندك في هذوك اللعبه الا كان غير واحد ديكونسونطري وكان الجول راه كان الجول كان باين عليه ديكونسونطراسيون كثيره وكان منرفز لا لاحظتي لا خصوصا بعد ما دار داك الخطا في الدفاع قبل لا قبل لا شفتي حتى شي غير في ضربه الجزاء لا قلت لك انا متفق قلت لك خصوصا لما وصلنا لهذيك يعني واحد وقت فقد الوعي هذيك زاد انا كنهضروا دابا شوف حيت دابا في ديال اي في كره القدم ولا في الرياضه الجماعيه انه كيعبروا لاي لاعب كيعبروا ليه انه واش هذا السيد هذا قبل المقابله واش هو عنده هذيك الرغبه ديال اللاعب داخل يعني فين وصل لا كونسونطراسيون ديالو واش واصل 90 60 70 فهمتي هادو في العلم دابا اللي واقع دابا في اي رياضه كيعبروا الناس كيعبروا اللاعب قبل ما يدخل المقابله كيعبروا ليه الاستعداد ديالو الاستعداد كيقول ليه زعما بان الاستعداد الفكري ديالو واش هو مكونسونطري على هذه المقابله ولا خارج المقابله المهم هذا هو مسائل كتوقع تم المدرب كيك تاعو كان واضح عليه شويه ديال العصبيه هذا كان هذا ماشي كنحملوا المسؤوليه هذا الشيء كيوقع في اي منتخب في العالم واخا يكون منتخب عنده النجوم ديال العالم كيوقع لهم لا ما كيكونوا النهار لا ما كيكونش النهار ولا ما كان ما كدير والو هادشي اللي كاين هادي حنا ما كنحملوش المسؤوليه ولا شنو غير حنا كنشرحوا اشنو كيوقع وهاد المسائل هادو خاصهم يفهموا الجمهور شكون اللي كيفهم هادشي الجمهور كيفهموا من الناس وين الصحافه الناس اللي كيديروا لي بلاطو وهذا باش نعطيو هذاك الجمهور هذاك الجمهور اللي كيريح اللي قلتي عليه انت في فيتيس ما 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 هذاك هو اللي كنعطيو حنا ايوا حنا هذاك ديال هذاك الجمهور ديال بيتيس اللي كان البارح راه باقي في الديور ديالهم باقي ما حركناهمش يجيو للملاعب شكون اللي خاصو يحركهم
اللي خاصك هو هذا هو الاعلام. هذا ماشي غير الاعلام، بزاف ديال الامور، بزاف ديال الامور باش تحركهم. لا 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 استاذ، لا انت كثير تبارك الله، انت راك كثير تسكتي، ناقد وناقد ناقد وسط من الماتش. انا كنعقل عليك حتى من المصطلحات كنت كنحفظهم. واحد لا اللاعب، لا لاعب، لاعب اللي كيشري الكره كتقول اشنو بغى يدير هذا، ما نعرفش واش هذا اللاعب، هذا اللاعب لما كانش كيماركي بحال الكرات ما عرفش ان شنو غادي يقدر يماركي. هذه كان عندهم مصطلحات ديولك استاذ كنتي كتقولوا. ايوا على كل حال سي رشيد، يلا سي رشيد شكرا لك. شكرا على المداخله ديالك. نمشي لالمانيا عند سي عبد العالي. سي عبد العالي مساء الخير. سي عبد العالي، سي عبد العالي. السلام عليكم سي سعيد. وعليكم السلام. تحياتي وتحياتي لكل الاخ اللي معاك. سي المهدي. مرحبا سي المهدي. سي سعيد شحال ما تكلمناش معاك، وتفضلنا مره اخرى. على كل حال انا تنشكرك بعد على المجهودات اللي تدير بالنسبه لاصلاح يعني البطوله الوطنيه، داك الشيء، وتعيد دائما هذيك المساله ديال ان الإعادة دائما والتذكير هو اللي ممكن إن شاء الله في المستقبل غادي نصلحوا به البطولة الوطنية. لكن ماشي هذا هو الموضوع اللي بغيت نتكلم فيه، الموضوع هو ديال المنتخب المغربي داخل القاعة. على كل حال أنا سمعت لواحد المداخلة ديالك السي سعيد وكانت رائعة جدا، وكأنك قريتي الأفكار ديالي. هذه كان كنت باغي نتصل بك البارح على أساس أن نتدخل في هذاك الموضوع بالضبط، وأنت قلتيه كما هو. المسألة ديال اللي ركزوا عليها بزاف ديال الصحفيين هي ان المنتخب المغربي ناقص واحد او جوج. وكنت قلتي في المداخله ديالك واننا كنمروا بواحد الطريقه بحال اللاعبين اللي موجودين دابا كاينين، راه واحد ناقص جوج صافي، حنا انتم راكم ماشي قد المسؤوليه، ماشي قد المسؤوليه. يعني من الاول راكم انتم داخلين، ما تخافوش واخا تخسروا، راه انتم ناقصين واحد ولا جوج مهمين، فهمتني؟ هذه مساله كانت مهمه جدا. انا ما فهمتش الصحفيين، وقلتي واحد المساله هي مهمه جدا، الناقد الرياضي المغربي او الصحفي راه قبل ما يكون ناقد ومحلل رياضي، راه هو مواطن مغربي كيساند المنتخب. بمعنى انه يكون كينتقد دائما في البعد النظر ديالو نقد ايجابي. انا غنعاونك، ماشي غنكون انا تنوقف لك يعني التحليل ديالي تيكون يزيد ارتباك ديالك في المقابلات. بالعكس، حنا دائما الانتقاد خصو يكون في ذاك الاتجاه ديال الايجابيه. مثلا ولو ان المنتخب المغربي ناقص اللاعبين اللي موجودين قد مسؤوليه. اللاعبين اللي غادي يدخلوا يعني بكل صراحه نساو بانه ناقص لاعب او جوج، ان شاء الله حنا واثقين فيكم غادي ديروا، لانه كاين هناك نوعين من الانتقاد والتحليل. النوع الاول هو داخل المنافسه. ملي كنكون انا داخل المنافسه، المنتخب المغربي ديالي داخل المنافسه، كنحلل وكندير انتقاد الايجابي، بمعنى انا مازال ما خسرتش. من سالي المنافسه انتقاد اخر، داك الساعات كنولي المسؤوليات كنوليو كنحلو باش نحطو المسؤوليات، شكون المسؤول شكون اللي كذا. فيعني كانت واحد هذه المساله الاولى. المساله الثانيه هي ديال حنا غاديين باش ناخذوا كاس العالم، هذا كان واحد الهراء كبير جدا. بحال واحد الانسان خدا البكالوريا كتقول له انت شوف العام الجاي راه كتاخذ دكتوراه. حنا يلا عاد بدينا كنبانوا في المستوى العالمي، اشكون اللي خطر له في الراس حنا غاديين خصكم تمشيو باش تنافسوا على 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 كاس العالم؟ واش حنا كنا رابعين في كاس العالم والطريقه راه معروفه كيفاش وصلنا لذاك المربع الذهبي الاخر؟ ملي وصلنا لذاك المربع الذهبي صافي الاخرين، المنتخب ديال الصاله خصو يمشي باش ينافس على على كاس العالم. هذا كان واحد النوع، انا ما فهمتش زعما شكون اللي مر هذه المساله ومشاو مع الناس. معلوم انه العديد من المتفرجين الصراحه ما عندهمش ذاك المعلومات، ما عندهمش ذاك الثقافه الرياضيه اللي ممكن انك تعول عليها وتنفعك بحال هذه المساله. والناس يعني عاديين كيمشيو مع شنو تيقولوا الصحفيين. المشكل هو الصحفيين. الصحفيين هما خصهم يكونوا مثلا كينتقدوا او كيحلوا بعد النظر، اشنو باغي انا من هذا الانتقاد؟ ماشي انا كنبقى نهضر وكنتكلم على الصحفيين اللي يعني يعتدوا بهم، اللي معروفين، اللي عندهم جماهير. اما الناس ديال السوشيال ميديا راه مشكل كبير جدا. وهذه مساله. والمساله الاخيره اللي بغيت ندخل لها السي سعيد هو انه المنتخبات الوطنيه كلهم خاصها تكون عندهم خليه نفسيه. ضروري من واحد يعني مساند اجتماعي، وكضروري من طبيب نفسي باش نحلوا، باش ممكن، لان راه
اي منافسه راه ما كندخلش بالتقنيات فقط، وانما كندخل تتنافس على جميع المستويات النفسيه، من لا حول الفريق الخصم يخرجني من المباراه كيفاش نرجع ليها، الى تعطبت، ولا كيفاش اللاعبين مثلا ما يخرجوش على الاعصاب ديالهم، يكونوا دائما يحاولوا يتمسكوا بالاعصاب ديالهم باش ما يخرجوش على الخطه. على كل حال يا سي عبد العلي، شكرا لك، شكرا جميعا، بارك الله فيك. سي معالي المانيا، سي جلال من المحمديه. جلال وي سي سعيد، مرحبا سيدي. سيدي مهدي مرحبا بك، مرحبا، بارك الله عليكم، ميرسي بوغ هذاك لو غونت هوماج اللي دافي روندي سي بلعيد، جزاكم الله بخير. هذا واجب. واحد القضيه سي سعيد، هذاك القضيه ديال الطبيب داخل الطبيب خارج، هذه شهور وشهور انت كتهضر فيها، والله ما بغاو هاد الناس يعيقوا اللي يفهموا يمتعونا بالكره. فوالا. ايوا الحاله الثانيه هو هذيك القضيه ديال الحلقه كتجمع على الاربيتر اللي كاينه غير في مصر وفي المغرب والتونس، ما كايناش في اوروبا ولا في بلاصه. لا ما كاين، لا ما كاينش. لان الاربيت خصو شخصيته اصاحبي. نعم؟ يجي عندي واحد الاربيت خصو شخصيه قويه. يجي عندي لعاب نعطيه الصفاره نقول له هاك كملتها ولا نجد له ويطاقه صفراء. تعطي الصفر الاول، الصفره الاولى، الثانيه، الثالثه غيدخل فوق راسه. اه انا متفق معك. المعلومه بغيت نعطيها لكم، هذه الايام كنت في فرنسا وسمعت ميشيل بلاتيني اللاعب الكبير استقبل الصحفيين ديال ار ام سي. اه قالوا لي شنو نظرك في السبيكتاكل ديال دابا، كيتشكوا بلي ما بقاش ديك الفراجه ديال يامات بولي. قال لهم كاينه حاجه، قال لهم اولا سميتو اللعابه ولاو التدريب ولاو الخطط وداك الشيء تقواو بزاف. الحل شنو هو؟ قالوا اش كتقترح؟ قال لهم بعد ما لعبوا ب 10 لعبوا بتسعود غيتحل اللعب وغتولي الفراجه. والاقتراح الثاني قال لهم يا ماتبولي وريفيلينو كومباني، قال لهم كان المعدل ديال حارس مرمى كيدير متر و90، كان على ياشين على ايريبار على مالمين سيت ماير فهمتي، وقال ليه دابا في 2024 معدل الطول ديال الكارديان كيدير متر و90، قال لهم خصنا نزيدوا 10 سنتيمتر في الشبكه. هذه هي الملاحظات اللي كان عندي السي سعيد. مزيان مزيان، فكره مزيانه. شكرا لك سي جلال، بارك الله فيك. اهداف كثير. اه كبر علاش لا. نمشيو عند سي احمد من اكادير. سي احمد مساء الخير سي سعيد. مساء النور. تحت الرماد سي سعيد. مرحبا سيدي. انا سي سعيد عجبني الطريقه باش تعامل بكيت مع المقابله الثالثه. من ضمن التاهيل للدور الثاني، يعني لا الطريقه باش تعامل مع المقابله الثالثه ماشي بحال الطريقه باش تعامل الكراكي في كاس افريقيا في كوت ديفوار سي سعيد. يعني بحال دروك ما كشفش على الاوراق ديالو كاملين. ويعني حتى الفرق الاخرين بحال غتبين لهم اذا دير ريال مدريد في بعض الاوقات غير اجي وسميتو، ولكن غيكون رد الفعل قوي ان شاء الله في الدور مع ايران ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. سي سعيد كنهضر غير على البارسا. البارسا ما تسافرش مزيان في العصبه سي سعيد. ما يعني في الدومين سميتو البطوله المحليه، وملي تمشي للعصبه ما تسافرش. العصبه شحال لعبوا على مباراه واحده. ولكن هذاك غير ذاك المباراه سي سعيد راه. ايوا المباراه السلام عليكم عطيتي لويتي لاعب بتسعود. ولكن باش تسعود سي سعيد راه الخصم اللي فرض عليك باش لعب تسعود. لا ترشي قدر غلط فادي حتى الكره لواحد اللاعب اللي ما خصش تعطاها له خرج بورقه حمراء. ماشي ولكن ماشي الخصم في المقابله يعني ماشي انا غير موناكو ربحت البارسا حتى في الاعداديه بثلاثه اللقاء الاعدادي يعني تيبين التفوق سي سعيد بالنسبه للبارسا ما عندهمش لي ريكيبيراتور اللي يسترجعوا الكره. اي والله ما عرفهم دابا يعني ربحين البطوله ربحين 6 على 6 على 6. اي حيت علاش سي سعيد في البطوله الاسبانيه ما كاينينش دوك لي ريكيب الميليو تيران داك السته و رايك فرنسا رايك سي سعيد فرنسا سي سعيد تجيب دوك اللعابه الا شتي غير شتي انا غير الفريق ديال موناكو عنده واحد ثلاثه في الوسط غير كيسترجعوا الكره سي سعيد اللياقه البدنيه ماشي بالضبط ودوك المهاجمين غير كيقول لي ارميها لي حدا المدافع وتفوق عليه يعني ربي تخير لاسقاط السي سعيد على المنتخب ديالنا. ايوا حيت ديك الطريقه سميتو حتى هو علاش ما تينجحش في كوس افريقيا. حيت ملي كيكون السي سعيد اللي غيسترجع لك الكره
اقرب وقت ممكن. ما عندناش في المنتخب عندنا غير المعلمين السي سعيد يعني الكواريه بان الكواريه ما الا ما الا ما الا ما بان بحال طال الخارج بحال حمامه انا فالي انا فالي يعني دوكاسي الا ما بانش بحال هذوك السي سعيد ما ضمنش غنديروا شي حاجه في كاس افريقيا ونتمنى لهم التوفيق السي سعيد ان شاء الله. شكرا لك سي احمد بارك الله فيك. سي محمد من مراكش. سي محمد السلام عليكم. سي سعيد عليكم السلام ورحمه الله. دير خاص سعيد لاباس عليك. الله يبارك فيك. بالنسبه للسي سعيد تنظيم ديال كاس افريقيا افريقيا في المغرب دابا راه غيروا ليه التوقيت ديالو فهمتي كان غيكون في وسط السنه ديال 2025 في الصيف فهمتي دابا ملي ردوا المكان ديالو الطبيعي راه المغرب راه ربح جوج حوايج اللي ربح المغرب فهمتي ربح 6 أشهر اضافيه باش يكمل اشغال ديال الملاعب على حقه وطريقها فهمتي وربح ثاني ازمه المياه لان تنظيم في الصيف ماشي تنظيم في الشتاء فهمتي اييه كانت الحكومه ما انتبهتش وقيلا لهذا الشيء ما انتبهتش حيت دابا غيكون عندنا جوج تدورات ديال الكبار كاس افريقيا وكاس العالم فهمتي الا تنظيم في الصيف راه صعيبه شويه فهمتي لان التدورات في الصيف كتزامن مع الجاليه المغربيه اللي كتدخل من الخارج وكتزامن مع السياحه اللي كتجي للمغرب وكتزامن مع الجمهور والمغرب عنده قرب جغرافي اللي قررت فهمتي غيكون عندك الا ضدي كاس افريقيا في المغرب بحال ضدي كاس العالم غيكون الجمهور بزاف فهمتي واش حيت بالنسبه للاتحاد المغربي ما دارش الاعتراض حيت كان كيراهن كاين المغرب كيراهن على 2025 في الشهر 6 غتكون اكثر نجاحا وغتكون فهمتي التسويق ديالها وكل شيء. سي محمد دابا كاس افريقيا معروف التاريخ ديالها. دابا الاخر ديال 2025 وبدايه 2026. ايوا صافي سات الامور علاش انا نقلبوا علاش خدا وفين كان يعني هذا تحصيل حاصل. اييه. صافي يعني دابا هما الحكومه كانت درت بهم كان دابا اسمح لي دابا حاجه تقررات وفضينا يعني انت عرفتي باش بحال درت سي محمد اسمح لي هذا الكلام نقول لك بحال شي واحد وصل لباريس وتتقول له اجي علاش تمشي ما كوشيش تخرج ترجع راه في باريس سالات الامور وصل شفتيني دابا انت حنا تنضمات وتنرجعوا تنحلوا علاش انه داروها في صافي دابا طلع عطاتي ظهر ليا ما عاد الا عندك انت اشكال بان هذا التوقيت ما عجبكش لا هما قلت لك ما كانوش انتبهوا ليها في الاول فهمتي ما كانوش انتبهوا ليها حيت ما دارينش هما الاعتراض حيت كنا هما كيراهنوا على وقت لا ودابا انا اعطيني شنو ربحت انا من هذا الكلام اللي قلتي شنو ربحت قلت لك لا هما راه الحكومه دارت ما طلعت السنه دارت السياسه ديالها دارت اغلاق المحلات خاصو السيارات والزرابي وغلق صافي داكور شكرا بارك الله فيك يمكن ما فاهميش انت في شي حوايج اخرى انا ما قدرتش نستوعبها سمعت سي محمد ما فهمتش دابا انت هضرتي على الاغلاق ديال ودخلتي ازمه الماء اسمح لي ما فهمتش سي عبد الله من الدار البيضاء سي عبد الله مساء الخير السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله الحاج سعيد لاباس الله يطول عمرك يبارك الله فيك في مهدي لاباس الله يبارك فيك عندي بعجلة وعندي جوج نقاط أساسية. أي مرحبا. النقطة الأولى بالنسبة للمنتخب ديال القاعة. خاصنا نفرق أنا بالنسبة لي القراءة ديالي خاصنا نفرق ما هو عالمي ما هو إفريقي. كأس العالم راه كيبغي واحد المجهود كبير واحد التقنية كبيرة وكتلعب مع منتخبات من أمريكا من أوروبا ومن آسيا. اما بالنسبه لافريقيا راك غالبا كان مصر هي اللي كتكون المنافس ديالنا هذه هي القراءه الاولى اللي قريت النقطه الثانيه بعجاله بالنسبه للمكونه طريقه السي سعيد باش كيلعب والسي المهدي طريقه صعبه بحال شي واحد كان كيقرا الماتش بالعربيه وقلت ليه اقرا نقراه لك بالفرنسيه لان اللاعبين خاصو يديروا واحد المجهود مع الخطه ديال المكونه لان شويه صعبه وما غنحكموا على شي مكونه تم مرور بعد 10 دورات لا بالنسبه لك فين بان لك الصعوبه ديال المكونه دابا الوداد كانت كتلعب يعني خطه 4-3-3 ياك
دابا هو ولا باغي يلعب ثلاثة أربعة ولكن يخرج كرة من الحارس. من الدفاع هي صحيح. الحارس خاصو يكون يلعب برجليه. ودابا الحارس عندنا هنا متوسط ما كيلعبش برجليه بزاف. زائد هذاك السي مفيد ما كيهز كرة بزاف. وهو ذاك الأجنحة خاصها تكون تمرر بين تلك الكرة بحال اللي كتلعب الريال والسيتي. مرر بحال كتلعب كرة اليد. والطريقة باقي ما استوعبوهاش اللاعبين ديال الوداد. خصو شويه ديال الوقت. خاص اللاعبين يديروا واحد المجهود كبير الا بغاو يستعبوا الخطة ديال المكونة. وهادشي اللي يمكن. يا سي عبد الله شكرا لك بارك الله فيك. واحد الاخ قال لك اسيدي سيونس قال لك السلام عليكم سي سعيد هناك مقترح مطروح التصويت من الانديه لسحب الفار من الدوري الانجليزي الشهر المقبل لكثره الاخطاء وتضييع الوقت في المشاهده ولم نعد نعرف من يتحكم في المقابله هل هو الحكم ام اصحاب الفار ما قريتش القضيه ما انتقف المستمعين المشاهدين ديالنا لان متبعين يعني نعيا وما نقراو ولا بد غتلقى شي وحدين اللي متبعين خير منا الانجليز دائما شوف الانجليز لما خرجت الورقه الصفراء والحمراء كانوا رافضينها في بالكش الاول رفضوها قال لك واش حنا بشر ولا ماشي بشر الانجليز تفرضات عليهم قال لهم حنا تنعيطوا اللعب وهادشي كان لما كنت ندوزوا المباريات ديال انجلترا كان الحكم تعيط واحد اللاعب تبقى يهضر وياه الاخر تيحنا راسو يخرج تيقول له انت غتخرج تيخرج قال له واش حنا بغيت تحيدوا لنا الثقافه حنا ما عندناش مشكل ديال الطرد تيعيط له تيتذكر معاه تيقول له انت غتخرج لانه تيقيد تيحنا راسو يخرج ما كانش ورقه صفراء وحمراء قال لهم حنا واش حنا ما عندناش شيء ما قديش قال لهم هذا راه تقليل من القيمه ديال الحكم خصو يهضر في هذه الحاله هذه ما بقاش غنهضر قالوا واش غنكونوا نخدموا بحال شي وحدين اللي ما تينطقوش يعني حمراء صفراء لا اشرح ليا تعيط له وتجلس معاه تذكر معاه وتضحكوا وياه هكا يعني في البطوله انجلترا في التلفزيون في المباراه ديال الخميس نهار في الثمانينات تعيط اللعاب تيجي عنده بوحدو تيبقى واقفه وياه وتذكر هذاك الزوريقه وتذكر وتضحكوا بيناتهم في الاخر تيحني راسو المعلق عاد تعرف بانه راه خرجوا اذن هادو ممكن يقول لك اودي لاشي ديال الفار ما خدامش حنا مآمنين بالحكم داكشي اللي الصفر هو اللي كاين وصافي نبقى نقلب عليها بلا لوب لا قاصو هنايا هنا راه خارج بنص سنتيمتر بعد سنتيمترات راه من بعد شهرين انا غنرجع لها ديالي من بعد شهرين نحرر مع السي حسن من مراكش السي حسن مساء الخير السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله اكيد سي سعيد بارك الله فيك سي بارك الله فيك صافي لو بعدا تنطرحوا على السي بوميد اي الله يرحمه مسكين الله يرحمه وعلى ذكر هذا الله يرحم تنقول السي بوتيرا السي غازي سي الزاوي على ايام السي الغربي وسي الحياني الله يولي بالحا هذا من جهه الله يخليك التدخل ديالك اللي كان الباح على الصرح ديال سي دكيك هو سي دكيك دوكا جاء الامر الواقع ما كانش يتهضر بان انا ما شفتش كاع دكيك البارح لا انا شفت هذاك جاني في اليوتيوب وهذا المهم راه لا انا ما هضرتش انا هضرت انا عطيت وجهه النظر ديالي انا اما الدقيق ما هذا يقول لي بغى ما لا هي هذاك وجهه النظر هو شوف انا معاك دوكا البرتغال غلباتنا غير بواحد الزيرو ثلاثه الاخطاء بوريس الهدف اللي ديالو الشيء الاخر كله اغلاط صحيح البيفو باقي ما عندناش وتيقولها تيقولها 2020 وتيقولها حنا لا فيزيونوي ديال المغاربه ما عندناش هذاك حنا دي تكنيسيان ولكن القوه الجسمانيه ما عندناش اللياقه البدنيه ولكن القوه الجسمانيه هادو والاخطاء شوف هذاك بوزيد ما جاش ما كاينش هذا كان مزال لي كلام مسكين لا ولا الشفاء ولا هذا ولا هذاك اللي
باس واحد اللي دار وعطاه مقابله الاولى مع مع تاجي كيستعمل هذا باس هذا عطاه الدريس الفني. الدريس الفني اللي كاين وكاين مسرير وهذا ونتمنى ويلعب هذاك الحارس ديال اللي جا من سلامي من هذا كيفاش هاد الكره الحديثه والفوتسال خاص يكون عندك حارس يلعب مزيان. احنا ما عندناش داك الطائر وهذا باقي ما تكونوش عندنا. سيدي الله يجزيه بخير وصلنا للعالميه ولا هذا. احنا بغينا اكثر لحقاش هو وكاين واحد القضيه ثاني راه خاص هادشي الناس التقنيين والاطباء يشوفوا هذه القضيه. يمكن خوت المقابلات والاستعداد الكثير انهاك اللعبه. انا شوف هذا نظر ديالك يا سي حسن. هذا معطى. شوف انت كاع لوي فاولا هذا راه الناس ما باقيش بغيو يلعبوا هذا المقابله كثر عليهم. احنا باش واخا تكون محترف واخا تكون هذا شوف احنا مع ايران يا سي حسن مع ايران ان شاء الله الانتصار ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله دائما ان شاء الله ان شاء الله وكاس افريقيا المغرب ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ونشوفوا الملحمه ديال 76 فرص ان شاء الله. شكرا شكرا سي حسن. سيدي نسبه غير المباراه الاولى في ثم النهائي ديال الفوتسال البرازيل انتصر ب 5-0 على كوستاريكا. ايوا وان شاء الله الى تاهل المغرب غنواجهوا المنتخب البرازيلي مزيان الله. قلت لك واحد القضيه ديال وقت سالت كاس اوروبا سالت جوان البارح ولا البارح عاد اللجنه ديال التحكيم ديال الاتحاد الاوروبي عاد اعترفوا بانه ضربه جزاء ديال المانيا هذاك اللي ضربات في ذاك الظهير الايسر ديال تشيلسي اللي احترب اللي واضحه عاد قالوا كان ضربه جزاء ديال المانيا. دابا لما تنهضروا على الفار ها هو كاين الفار كيكونوا الاخطاء ها هو كاين دابا المشكل الفار كاين 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 وباينه هذه ماشي كره ديفيات هذه كره ضربات في اليد ديال اللاعب عنده واحد السميه ما تحفظ ليا كويتا ما كويتا المهم شي حاجه المهم ضربات وطاحت قدامه هو اللي لعبها. الالمان ديك الساعه قالوا ديك الساعه في الشوطين الاضافيين وكان يدير واحد لواحد يعني يكون عطيتيها الالمانيا كانت تبدل اسبانيا فين هي ولات هي بطله اوروبا ولكن كان بامكانهم يتقصاو في هذيك المقابله. اذن الفار واش صالح ولا ما صالح شيء؟ اذن في هذه الحاله هذه ها الفار كاين ولكن حكمنا بالتحكيم ديال كانه ما كاينش الفار اذا من الاحسن ما ديروش ولا لا غديرو خصك ديرو وتكون يكون التفسير ديالو سهل. ما معنى التفسير ديالو سهل؟ خصك تبسط الامور. دابا حنا تنقولوا حنايا في المغرب الكلام ديالنا ما مسموعش ولكن قال لها صحفي دنماركي ولا الماني ولا راك عارف ذاك الانجليزي غيقولوا قالوها في القنوات ديال المانيا. خص ذاك التفسير ديال الحاله مثلا ديال الطرد تيقول لك لا خاص يكون الاستحواذ والفرصه السانحه تعطيك 4 ولا 5 ديال الشروط باش يمكن باش السانحه راه تيمكن له يكون يشد الكره من فرد بالحارس وماشي فرصه سانحه. يعني خاص الفهم خاص يكون فهم متاح للجميع باش ما يكونش تاويل. حيت الى اليوم كاينين جوج ديال الحكام واحد صفر ضربه جزاء وواحد ما صفرهاش في نفس الحاله. الا تتذكر واحد الحاله في المغرب كانوا تجمعات اللجنه قبل ما يجي هذا جيد كانوا قالوا هذيك الحاله راه ثلاثه ديال الحكام كانوا ضربه جزاء وجوج ماشي ضربه. ما خصش يكون هادشي هذا ما خصوش يكون. خص يكون تفسير واضح سهل. ضربات في يديك ضربه جزاء سالينا. اما لا لانه الا كانت اليد ملتصقه وخارجه شويه ما شويه والطريقه هنا غتخليو المجال ماشي التلاعب الاهواء. يعني لا يدو خارجه لا خارجه شويه لا ضربه شويه في الصدر شويه في اليد لا طالعه الفوق هابطه. نحسبوها سيدي باش حتى المواطن العادي المتفرج العادي
تكون عنده قرار واضح قاسك في يديك ضربه جزاء. سالينا حنا في الاول كنا تنقولوا فولونتير ان فولونتير وكانت سهله. الفولونتير شنو هو الفولونتير؟ الفولونتير هو انه انت بغيتي تمشي للكره ودخلنا الان فولونتير هو انه انا تنجري واخا يديا مفتوحه ولكن غير تنجري. في الوقت اللي يديا كانت راجعه للور ضربات اذن ماشي ماشي ضربه جزاء. لما دخلنا اليد خارجه دابا راه كاين واحد الحاله الا نقول لك غتجيك غريبه تيقول لك لا شي ضربه جزاء الا ضربات في الرجل اليمنيه وطلعات مع اليد اليمنيه ماشي ضربه جزاء ولكن الا طلعت مع الرجل اليد اليسريه ضربه جزاء. فهمت القضيه؟ ما كنتش عارفها. الا ضربات في رجلك اليمنيه وقاس اليد اليمنيه ماشي ضربه جزاء ولكن الا ضرباتك في الرجل اليمنيه وطلعت اليد اليسريه ضربه جزاء. ونوض السر يعني بحال زعما هذا الرجل اليمنيه ضروري غتكون بعيده من الرجل اليسريه. راه ممكن تكون اليد اليسريه قريبه لليد اليمنيه وفي واحد الظروف اللي صعيب انك تحيدها على بحال. المهم القصد ديالي من هادشي هذا هو انه التحكيم خصو يكون مبسط ما يكونش شي حاجه اللي غنقولوا لا الحكم بوحدو اللي فاهم. علاش نقول هذا الكلام؟ الحكم عارف القوانين يخل القوانين ولكن ماشي فيلسوف ديال الكره. الكره كلشي يلعبها كلشي غيعرف بانه هذاك اللاعب مشى للكره بيدو وما تقولش لا لانه في الحاله اللي تيكون تيجري واليد عندما تكون داك الشيء ديال التفسيرات تفسيرات غير باش يبرروا شي حاجه اللي ما تتبررش. القانون بصفه عامه خاصو يكون بسيط. يا اما غنقولوا ضربك في يديك ضربه جزاء يا اما ماشي ضربه جزاء صافي. اما دابا ثلاثة ضربة جزاء وجوج ماشي ضربة جزاء. هذا واش هذا عدل؟ لا لا غير تمشيو واش هذا عدل؟ ثلاثة تيقولوا ضربة جزاء وتيشوفوا نفس اللقطة نفس اللقطة وواحد تيقول لا ماشي وجوج يقول ماشي ضربة جزاء بأي حق؟ إذا هذا الشيء كاين غلط. الأصل في هذا الحكم حكم ظالم. ظالم بمعنى انه هاد الحكام كانوا تيحكموا كاين فاصل ها لا كاين فاصل ولكن حنا في رحنا مع الوقت حيت بغيت نكمل في الفكره ولكن حتى نديروا الفاصل ونكمل في الترحاب بكافه المستمعين الكرام. انتم دائما مع برنامج نقاش في الرياضه على اعتراض بلوس الى حدود الساعه الرابعه دائما رفقه زميلي المهدي اوبزيك. الفكره اللي بغيت سعيد غير بالنسبه لهاد القضيه يعني مثلا اللجنه خصهم يعطيو راي واحد لانهم لجنه واحده ما يقولش هذا التصويت. لا هذا شوف هذا بمثابة التصويت هذا تصريح دبلوماسي باش يتسمى بانه راه لا نتحيز. وثانيا ثانيا يعني الاشياء او العمليات او اللقطات الواضحه راه واضحه. اللقطات اللي فيها الشك اللي يقدر يكون الراي كيختلف ما بين حكم وحكم اخر ملي كتكون ضربه جزاء واضحه لمسه واضحه راه خص يكون اتفاق على راي واحد. اما الحاجه اللي كتكون فيها الشك هي اللي ممكن نرجعوا ثاني ديك الكلمه ديال السلطه التقديريه ديال الحكم. انا تعجبني هو ذاك انه خاص يكون مستحوذ على الكره وانه في اتجاه المرمى وبانه بزاف ديال الشروط يمكن هي تكون يعني مزيانه ولكن خاص يكون فيها واحد من بحال ديك الحاله ديال الوداد دابا ديال هذه ديال الوداد ياك ضربه جزاء ديال اليوم جوج ديال الحكام عندنا واحد ديال الملعب وواحد ديال سميتو وما تفهموش. ياك الاخر عيط له وقال له اجي شوف راه يمكن حمراء قالوا لا ماشي حمراء. خاص تكون طيحتيه يعني بحال اش غنقول لك خصي دار واحد كيسميها كما تنقولوا باش نحيدوا هذا الشك. بحال التسلل الا كنت انا فايتك بمتر بمتر واحد وطيحتيني ما تقولش لي هذاك اللي موراك راه تيسرعك يعني راه يقدر يوصلك. ما انت الاخراني تخرج انا عارفها وانت عارفها واللعب عارفها والجمهور عارفها دونك ما بقاش ذاك الجهاد ديال فهمتي القصد ديالي. القصد ديالي بانه انت مهاجم وانا مدافع. انا طيحتك المن طيحك الا كنت انت يا اخ يعني انت يعني
انت اللي منك للحارس، ما تهمنيش فين كاينين اللعابه الاخرين، واش قراب ولا بعاد، حتى ولا يكونوا قراب الا كنت الاخر بالقاع حمراء. وهكذا غتسهل الامور. يعني بحال دابا يمكن تكون انت كاع مثلا قريب ليا قريب، ولكن انت انا اللي قريب لك حيت هو المهاجم، ولكن انت اسرع مني. ما يمكنش تقول لي انا غنوصلك، انا ما غنوصلكش، انت تسريع ليا. اذا في هذه الحاله هذه تنديروا شي حوايج اللي هي ماشي هذيك. يعني المدافع ماشي بالضروره غيكون اسرع من المهاجم، وماشي بالضروره انه يقدر يلحق ليه. لا ممكن يلحق ليه، لا ما يلحقليش، الاخر اسرع منه. اذا خص تمشي، ماشي في المغرب ماشي هذا، تنضرب بصيف في الفلسفه ديال الكره باش نحيدوا هذه العمليه ديال واحد تيحلل واحد تيحرم. نعم. مشي عند سي محمد الضربي ده. سي محمد مساء الخير. السلام سي سعيد. مرحبا سي محمد. الله يبارك فيك، تحيه وتحيه للطاقم ديال. مرحبا سي. سي سعيد انا عندي واحد المداخله ربما تكون بعيده على الموضوع ديال زيزو. انا كنهضر غير على هاد النقاشات قبل ما نهضروا حنايا على الكره القدم في البطوله الوطنيه والقيمه ديالها والنوعيه وداك الشيء هذا. كنهضروا غير على الطريقه ديال التحليل. كاينين شي قنوات، وخصوصا هاد القنوات اللي ولاو دابا، وكيصادفوا بعض المرات شي محللين ولا شي لاعبين سابقين، يعني واحد الطريقه اللي دون المتساواه، يعني ما كتساعدش في تقدم الرياضه الوطنيه. لا شوف دابا هادو تيصعب عليك انك تقول لهم على اش تقولوا. اي واحد بغى يقول شي حاجه الا ما عجبك شي التحليل ديالو ما تتبعوش، حيت هذا هو الحل. ما كاينش غتقول له واحد تيحلل راه بالنسبه له التحليل ديالو هذاك هو الحقيقه، ياك؟ اذا اش غدير؟ ما عندك شي حل اخر، ما عجبك شي ما تسمعوش وصافي، شي وكاين اللي تيعجبو. ما غاديش مش على قضيه غادي نسمعوا ولا ما غاديش نسمعوا. انا راه كاملين كيتشاركوا في تويتر، حيت انا بالنسبه لي انا محلل رياضي ولا خصوصا في كره القدم، راه ربما انا على حسب المنظور ديالي كتقدر تجيني انا صعب من مدرب سميتو باش تكون محلل ديال كره القدم. خاصك تكون عالم بالخبايا وتكون عارف وفي هذه الحاله اش غدير. واخا علاش غدير؟ هو بغى يحل، اش غدير له؟ خاصنا نطلعوا من قيمه هذوك المحللين، يكونوا واحد الناس اللي هما فاهمين، وعلى الاقل هذاك الصحفي اللي غادي ينطاق ويكون هو يكون ذو قيمه. ما تستعملوش هذا المصطلح السوقي كاننا جالسين في واحد القهوه. انا راه ربما الموقع الوحيد اللي كنستمع ليك في التحليل وبكل صراحه هو ديالك السي سعيد. كتحلل منطقي، ماشي انا هضرتي انا ولا هضره ديال الاغلبيه ديال الناس، لان السيد انا نقدر نختلف معك ولا راه ماشي الاشكال بانني انا نتفق ولا نختلف. الاشكال النوعيه ديال التحليل. انت دابا هضرتي دابا على التحكيم، ربما التحكيم دابا انت مختلف معاه الطريقه اللي كيدبروا بها دابا حاليا. انا نقدر نكون متفق، ولكن هذا ماشي الاشكال. الاشكال هو طريقه تكون مزيانه وطريقه كيبان لك ان السيد اللي كيحلل عنده واحد لا فيزيون وكيستعمل مصطلحات، ماشي بحال انا كيبان لي بحال شي مجموعين واحد وحدين ديال شي فاصيل رياضي وكيهضروا بواحد الطريقه سوقيه. لا شوف يعني راه صعيب انك غتقول بانه هذوك ما عندهمش الجمهور ديالهم. كاين اللي عنده الجمهور ديالو وعنده المتتبعين ديالو، كاين اللي تيقول لك بانه انا عندي واحد النوعيه الجمهور تيعجبو هذا النقاش بهذا الشكل هكا، تخلي له الحريه ديالو. ما يمكنش تقول له بانه هذاك الشيء ديالك راه ماشي هو هذاك. انت بالنسبه ليك اذا سمع انت اللي غيرضيك، وحدين اخرى تسمعوا شي حاجه اخرى اللي ترضيهم. راه كاين اللي تيبان له بانه حنا الطريقه باش نناقشوا طريقه بارده وما فيها شيء، الكلمات ديال الفساد والمحسوبيه والزبونيه. لا بالعكس ملي كتعصب سي سعيد كتكون كثر من ان هذا. ايوه كل حاجه في وقتها. تماما. وهذا البرنامج انا صراحه من المتتبعين ديالو. الله يجزيك بخير، بارك الله فيك. شكرا لك سي محمد. الله يسهل الامور. بارك الله فيك. شي عند السي حسين الضربي ده. السي حسين ابو سي سعيد، تحيه طيبه. مرحبا مرحبا سي سعيد. اول حاجه سي سعيد، هذا واحد العيد بوميدا سي سعيد الله يرحمه ويوسعه عليه. صراحه ما يمكنش انك تاخذ جائزه وتشوف ذاك الكاريكاتير ديالو كان كيقدم بواحد الدعابة سبحان الله العظيم ذاك السيد. وكداروا تصنت لي الصباح في راديو ماس، كان في هذاك برنامج يوم الصباح ديما. ماشي سهل باش دير ذاك. ماشي سهل صراحه والله. صراحه فقدنا والله. حنا كبرنا مع الجيل ديالكم سي سعيد. انت يا سي سعيد وعز الاحمر بن العوشي الحريري الشراب، انا اللي كبرت معاهم انا مع التزييف. اييه التسعينات هاد الموجه ديالكم سي سعيد اللي كبرنا معاه صراحه تقال، يحبونا في كره القدم وخلونا نتفرجوا في هذيك المتعه ديال الكره. وصراحه تقال سي سعيد
تحية لكم والله يرحم الله يرحم أي صحفي توفى الله يجزاه ربي أمين أمين توجهنا إن شاء الله. بالنسبة لي سي سعيد أنا بغيت نتكلم على جوج واحد جوج مداخلات وثلاثة. بالنسبة لي سي سعيد دابا على القضية ديال التحكيم دابا كتبت واحد المقابلة ديال السيتي ولارسونا نهار الحد 3-2 واحد سبيكتاكل كان سي سعيد نهار الحد في المقابلة كان جدل تحكيم ماشي ما كانش أكيد كان طرد داك تروكسال داك اللاعب البلجيكي كان تطرد في كان واحد تدخل كان عنده واحد إنذار ثاني وناض داك أرتيتا كيغوش ما يمكنش يعطي إنذار ثاني واحد كيحتاج على الحكم الرابع والحكم ديال الوسط سي سعيد تصور معايا علاش كنقول دابا أنا الحكام ديال الفار دابا حنا الفار سي سعيد عندنا مشكل بالاستعمال ديالو دابا حنا الحكم ديال الفار كيورط الحكم ديال الوسط دابا ملي كتشوف ملي كيجي الحكم ديال الوسط سي سعيد وكيخشي راسو في ديك ليكرون كيدي يشوف وكيتعطل عرفوا راه تورط لا حيت ما تكون الامور واضحه صافي ما عادش تعطل عرفوا عرفوا دابا اش كيقول لا شوف لا تعيطي لي خلينا نكمل انا سي حسين نعم غنسك واحد القضيه اخرى نعم فين تتكون المصيبه اكثر هو لما تيسالم الفار تيمشي ويقول عاود يرجع يدير واحد الطليله تنعرفوا ديك الساعه تنقول راه غادي تيقول صافي ما عارفش غايقول هو وزهرو عمر بزاف صافي تتقول انت وزهرك راه غادي يقول دير هكا هكا صافي ما عارف شنو خرج يا والله ما عرفت شنو يخرج والله سي انا كنشبع عليه في ديك القهد علاش كنقول ومشكله كتلقى كتشبع موقف الاحضارات ديال الفرقه وكتشبع من ديال الفرقه والجمهور عندك ما فيهاش والله تحيت لهم هنا وانا تصفر لهم والله خرجتي والله كعرف هذا الشيء السعيد ديالنا واش انت كيقول الله يا ودي كاين انا مزيان هذا هو المشكل دابا والله واش سي والله الا ملي كنت نحكوا بلا شوف خصوصا الى دخل المركب محمد الخامس بانت لك 70,000 مصروف من ديك الليكرا راك عرفتي على متى نهضر عارف سي زايد عارف يلاه سير كيتا سي زايد والله ما يمكن سي زايد بالنسبه لك ديك دابا هذه المقابله سي سعيد اللي تفرج فيها ديال السيتي هذا هو المشكل دابا قلت دابا الحكم ديال الانجليزي كيفاش راه في واحد الضربات الثواني خمسه الثواني على صفر وكاين سالي كيديسيدي ولي شنو كاين سي سعيد غير بغيت نتكلم على واحد القضيه واحد المشاكل انا الصراحه ما كنتفرجش هاد الماتش ديال سي سعيد وقعت حتى كتلاحظها ملي كتشوف هذوك السيتي كيشدد الكره في الكاري ديال زوج ديال الخصم تيبرو في الطريقه في قبل الكاري تيلعبوا تما كيلعب بواحد الطريقه علاش كنقول دابا كنقول انا دابا انا كنتفرج ياك سي سعيد وكنقول هي غادي تضيع هي غادي تضيع ما تضيعش ما كانش عليك بحال قلت واحد العيار كانش مع السيف باش يجي عند الدوار لا واش ما تجيش في بالك بانك تلعب معاهم شحال مره تقول راه انا نلعب معاهم تتبان لي كلشي سهل ويلي وتيبان لي بانه ذاك المدافع ما تيقدرش يمشيو لعندهم ويلي شحال شي الكره سهله بهذا الشكل سي سعيد دابا انت جبتي القضيه جبتي البارح على ماكوينه سي سعيد شوف الكلام ديالك سي سعيد راه شوف راه على راسنا وعينينا دابا الكلام ديالك سي سعيد اقسم لك بالله الانسان اللي فهمك عاقل راه كلام واقع راه شوف راه يدوروا كيرجعوا للكلام ديال المعقول الكلام اللي كاين هو اللي كاين دابا ماكوينه بدل 22 لاعب سي سعيد بدل 22 راه طرف لينا حنا راه جاويين طرف لينا مع البنزرتي فجبنا البنزرتي وجبنا 22 لاعب راه تيبغي القضيه تعيبني من الخلف ويمشي بها ولكن دابا الاشكال ديال اللاعب المغربي مع احتراماتي ليه هذيك البناء من الخلف عاود غيصدق واحد اربعه الكواري ولا خمسه راه البارح حتى فاش جبتي مفيدة سي سعيد اللي كان كيدير مع ذاك البلجيكي راه هذيك الصباح راه جات الفيديوهات راه كتشوف مصدق شي سته ولا سبعه الكواري كيعطيهم واحد الفرسات كيطلعوا دابا هذاك لا هو شوف لا لا اتونسيون لا اسمح لي عفوا مفيد ما خايبش عنده دي كاليتي ديالو اللي رابيد وصحيح وتيدير وسميتو او كيما تقولوا بدنيا مزيان يعني ولكن ملي غتفرض عليه واحد اللاعب ديال انه خصك تلعب الكره ما تلعب الكره ممكن حتى هو يغلط بحال اللي كيغلطوا جميع اللعاب دابا سي سعيد واش دابا انت ما كتشوفش هذه القضيه دابا بغيت نناقش معك واحد القضيه سي سعيد دابا اللاعب المغربي حاليا دابا الكاليتي ديالو نقصات ما كتشوفو والو دابا واش ممكن دابا يجينا شي مدرب بحال ماكوينه يجي لينا هذه النهجه هذا ويقدر ينجح بحال دابا الوداد حنا كنعرفوا عليها كنعرفوا كتلعب على الجهد ديريكت دابا القضيه اللي دار هو نقول يقدر يصدق شي فراقي ولكن كيطلب هادشي الوقت سي سعيد وحنا الجمهور ديالنا عنده مرتبط بالرزيفه ديال العد مرتبط بالرزيفه واش انت غتصبر على اللعابه يديروا واحد سته ديال لي فوت ولا سبعه لان الكره ضروري ما غتضيع راه ملي كيشد هذاك سميتو اكانجي ولا شي حاجه في لا ديفونس راه ضروري يديروا هو اخطاء ولكن ماشي بكثره شوف ولكن استمراريه سي حسين شوف غير ريال مدريد نهار تيلعب كارباخال تخرج الكره تيخرجها تيعرف يخرجها نهار تيكون داك لوكاس فاسكيز عمره ما تخرج
ما كتخرجش سي سعيد ما تخرجش ما عمرها تخرج غير دائما رجع ل ل ل الكورتوا اوكي سعيد الله يتمنوا امين امين نشوفوا شي كوره في هذه البلاد يكون يلا سي حسين شكرا سي حسين سي بوشعيب من سيدي بن نور سي بوشعيب السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله سي سعيد نعم سيدي تحياتي لك سي مهدي مرحبا وانا بدوري سي سعيد تنترحم على سي بو سي بو عبيد بويميد الله يرحمه سي بلعيد بويميد سي بلعيد بويميد واحد من نجوم الاعلام اللي كبرنا معاهم الله يرحمه كنتمنوا الا كانت هذه البلاد سي سعيد عطات نجوم في الرياضه بحال تيمومي بحال بودرباله بحال نيبات بحال وافير والباقيه راه عطاتنا نجوم حتى في الاعلام بحال سي بلعيد بحال الزاوي بحال سي سعيد الضوق بحال بدر الدين الادريسي الله يرحمه اللي باقي نتمنوا ليه الصحيحه كنتمنوا هاد نتمنوا هاد النجوم هادو تعطاهم المكانه ديالهم اللي كيستحقوا اييه في الحياه ديالهم قبل الممات ديالهم صحيح صحيح سي سعيد بغيت نهضر على المنتخب ديال القاع كنتمنى يلعبوا الكره اللي كيعرفوا انا سمعت من بعد جوج ماتشات الاولين سمعت المدرب قال بانه الناس اول مره المنتخب كيتاهل في جوج ماتشات الاولين والناس ما عجباتش الحال الناس ما عجباتش الحال لان سقف التطلعات كبر وما شفناش ذاك المنتخب اللي ولفنا ان ولفنا ان نشوفوا هذا المنتخب متالق شفنا شي اخطاء وشي ارتباك وكنظن سي سعيد ان العدو ديال الرياضي وخصوصا الرياضي المغربي هو ذاك الضغط ما عرفتش سي سعيد علاش الرياضي المغربي باللي تيلعب بدون ضغط تيلعب وما كتسنى منه والو ما كيعطي كيتالق هو اللي كيولي كيلعب تاع الضغط وكتولي مفروض عليه انه يدير واحد النتيجه وكيولي عارف بان الجمهور راه تيتسنى منه انه العادي وانه يجيب ديك النتيجه ما كيولي عليه ذاك الارتباك وكيولي لاعب هو خايف يعني كيولي ذاك الخوف وذاك الارتباك وما تيبقاوش يقدموا ذاك ما تيبقاش يعطيك ذاك الاداء ديالو اللي ولفتي عليه تحلت المنتخب الاول ما كنشوفوا في كاس العالم مثلا ذاك التالق لانه عارف ان الناس ما تيتسناوش من كاس العالم مثلا كاس افريقيا عارف بانه العادي وانه يربح كاس افريقيا تيدخل وتيبان عليهم ذاك الارتباك وما تيقدموش شي مردود كبير كنت عطيت كاس سعيد واحد المثل من وراء كاس افريقيا بهشام القروجي اللي عقلتي هشام القروجي من 96 حتى 2000 داز على الاخضر واليابس يعني ربح كاع السباقات ملي جا 2000 وعرف كانت عنده ديك العقده ديال الاولمبياد وداروا دار واحد الضغط على راسه ولا عارف ان الناس تيتسناو العادي وانه هشام القروجي غادي يربح وكان حنا ما عارفينش شنو فتخلع ولعب ضد نفسه يعني خسر مع راسه ما جراش حتى بنص الامكانيات ديالو تنتفكر سي سعيد بحال غير البارح ديك الكلمه اللي قلتي اثناء توزيع الميداليات في 2000 قلتي واحد الكلمه سي سعيد ليا قلتي راه الميداليه الفضيه هذيك الساعه القروج ربح الميداليه الفضيه قلتي الميداليه الفضيه راه انجاز كبير ولكن حنا ولفنا القروج هو الاول هذا هو المشكل انه ولف باللي كتولف الجمهور واحد المردود صافي الجمهور ما تيبقاش يرحمك وهذا الشيء اللي وقع المنتخب القاع دابا منتخب القاع اللاعبين ولاو حاسين بالمسؤوليه حاس بانه العادي وانه يربح ويدوز ما بقاش عارفين الجمهور بانه راه ما بقاش راضي غير بكاس افريقيا مثلا وخصو يتالق في كاس العالم وداروا عليهم واحد الضغط كنتمنى هذاك الضغط يحيد يلعبوا الكره اللي كيعرفوا يديروا يتمتعوا كما كتقول السي سعيد وان شاء الله يكون خير ربحوا جاب الله النتيجه هذاك الشيء اللي بغينا ما ربحوش راه ماشي نهايه العالم شكرا لك سي بوشعيب شكرا سي سعيد بارك الله فيك بارك الله فيك الشكر ايضا للسي خالد مري من ايطاليا السلام عليكم ورحمه الله التحيه والتقدير سي سعيد شكرا على البرنامج بارك الله فيك يا سيدي شكرا على المشاعر ديالك هادو الاخوة ديال الفيسبوك واحد الاخ تيقول لك بان المستوى ديال اللاعبين ضعيف يساعد الحكام تواجد الفار رغم ذلك قرارات قال كارثية الفار خصو يقتصر على منطقة الجزاء دابا الفار ماشي الفار الاتحاد الدولي اللي محدد له يعني فاش يدخل في اربعه ديال الحالات مع احترامي بلا ما تغطيش الشمس بالغربال الوداد السنه الفارطه وهذه السنه مستهدف من التحكيم والعصبه وجود هاد الاخلاقيات وهذا هو اللي صعيب دابا هذا السيد وهذه من سميتو هذا الواتساب هذا من خارج المغرب من خارج ماشي من المغرب يعني من الانديكاتيف ديال ما عرفتش المدينة هادي 347 نغطيو شمس الغربال الوداد
يعني مستهدف يعني السنه اللي فاتت وهاد السنه من 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 التحكيم والعصبه وجد الاخلاقيات دابا كيما شفنا الاخلاقيات باقي ما كاين حتى شي حاجه بعد انا بغيت شي الناس يمشيو في هذا الاتجاه الاتجاه ديال انه يقول بانني مستهدف ولا تتذكر كاين شي فرق تنقول ودي بانه لما تقول الفريق ديالي مستهدف تطيح بالفريق ديالك حيت نقولوا دائما حنا باقي ما تخلقش هذا اللي غيستهدف الفرق الكبرى ديال المغرب حتى الفرق العاديه ماشي اللي ما عندها حتى شي لقب حيت الفريق واحد المساله يعني ماشي محسوسه شي عسى معنويه انتماء ديال واحد البلد ما يمكنش تبسيه يمكن دير فيك اخطاء ولكني انا استهدفك بمعنى انه الناس ديال الجامعه جالسين وغيستهدفوا الوداد سي سعيد هذه الكلمه ديال المستهدف نقدروا نفهموها من عند المحبين ونقدروا نشرحوا لهم ونتناقشوا معاهم لا هو هذا راه تعتبر محب ولكن ملي غتجينا من عند مسؤول لا 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 ما خصش تكون لا بتاتا لا والا والا تشكوا في المصداقيه ديال المؤسسات راه تنقول مرارا وتكرارا راه النهار اللي غادي نجبد مثلا واحد اللقطه من اللقطات ديال الفريق ديالك اللي يستافد اش غتقول في هذه الحاله هذه حتى الاعلام تيستهدفوني وتيجيب لي شي حوايج لا خليو الامور هكا يا عاديه وصافي يعني دابا حنا بحال بغيت تقول الفرق ديالنا خصها دائما تربح ودائما تدير بطوله ولا بد غيكون شي غلط من هنا ومن هنايا البطوله ماشي بالضروره انه الانسان كل عام غيفوز بالبطوله ماشي بالضروره كاين واحد العام يمكن في كانوا اخطاء بزاف ديال الحوايج الواحد يشوف غير يشوف غير الفرقه ديالو خصها تربح حنا هضرنا دابا خلي كان تيهضر على الضغط وبيبغينا نختمو الكلمه ديال الضغط ما نعرف حيت صعيب نفسرها التفسير ديالي هو انه دابا حنا تنقلبوا على كاس افريقيا من 76 حنا تنقلبوا على كاس افريقيا وفي اي محطه تنقولوا خصنا نجيبوا كاس افريقيا وما تجيبوهاش دابا حنا وصلنا ل 50 عام ياك وصلنا ل 50 عام ياك دابا شحال 50 حنا وصلنا ماشي غديروا دابا واحد شويه غديروا 50 عام باش دينا كاس افريقيا فين غنلقى المشكل المشكل هو انه باقي ما عرفنا شيء نوصلوا اللاعبين على انك لعب المقابله لعب الكره اللي تعرف دير وخلي النتيجه تجيب وحديها هذه باقي ما بغوش يفهموها ماشي ما بغوش يفهموها كاين اللي ما فهمهاش اصلا تيقول لك انا اليوم داخل باش نربح شكون اللي ضمن لك غتربح حيت دابا انت باغي تربح ولا خور باغي يربح وشكون اللي تيربح في نهايه المطاف علاش دابا في اوروبا عندهم هذه القضيه ديال انه انا غادي نلعب واحد المقابله تيلعب داك الشيء اللي كما كنسميه تيحاول يستمتع بالكره تيلعب النتيجه تجي بوحديها دابا حنا تنسبقوا خاصني نربح لما تنسمع واحد تيقول لك لا خصني نربحوا له خصني نربحوا اربعه ديال الاهداف ملي تدخل للمباراه هو تيقول كيفاش غندير كيفاش غنربحوا اربعه ديال الاهداف اودي شوف انا بغيتك تدخل تلعب الكره دير مقابله مزيانه راه يمكن لك تجيب اربعه يمكن تجيب ثلاثه ما تجيب والو المهم دخل لعب فكر في اللعبه تفكر في الاهداف حيت شنو هو لما تندخل انا انت تتفكر في المرمى هذا تيتفكر في المرمى يعني كنا العين ديالنا ان هذه الكره خصها نوصلوها للمرمى ولكني تنساو بانه باش يمكن نوصلوها للمرمى خصها نلعبوها بيناتنا هو ركز عليه هو اللعبه انا وياك حيت الكره لما غنشد الكره انا كمدافع اش غندير بها؟ غنعطيها لوسط الميدان هذاك وسط الميدان اش غيدير بها؟ خاصو يسلمها لداخل يعني في نهايه المطاف حنا غادي كنا نمشيو للمرمى ولكني عن طريق نلعبوا الكره المشكل ديالي انا كمدافع شد الكره وتتبان لي المرمى كي غندير له حل المرمى او ندير لعب الكره الفهم ديال هاتي تيبان بحال شويه معقد ماشي معقد لعبوا الكره الانسان تيلعب تيستمتع بالكره سير لعب قلب دير لين دو ضيع ليك يعني لعب انتج ومن بعد ما تسير المباراه بحال كاين واحد تيقول بشحال سالينا اليوم كاع خلي اللعب ديال الكره هو اللي يجيب الاهداف ما تحطش الاهداف قدامك هي الاولانيه الاهداف حنا غنسجلوا بادر ونسجلوا تبقى تقلب كي غنسجلها بالراس ودي لعب انت ما عرفتي كي غتجيك هذه الكره هذه شفتيني راه تيظهر لي بانه راه الواحد هكا خصو يفكر خلي الناس تلعب وهضرنا على شي اللعابه القدام اللي او المدرب القدام اللي كان تيقول له دخل انت دير اللي بغيتي ما دير اللي بغيتي حي ريحتك
المدرب هو اللي يقول للعبه شوف انتم غتلعبوا الكره والخسره عليا انا. بشرط تلعبوا الكره، لعب لعب لعب، ما تخافش من الكره تضيع لك. احنا دابا الزنزولي تشوف شي يدير، تمشي تيراوغ تتمشي له، تيراوغ تمشي له واحد الوحده، تيراوغ تعطي لاباس تسجل. بن صغير كذلك ياك هو دخل وسجل لاباس ياك. ولكن واش بن صغير فين ما تيشدها تيراوغ، فين ما تيشدها ما عمرو داوها ليه. الكرة القدمية هذه بحال فينيسيوس بحال مبابي بحال كاع الناس، غير حنا دابا هادو تنشوفوهم لما تيسجل هدف تنقولوا راه مزيان، ولكن يقلب له مثلا دير ملخص ديال الكوارين اللي ضاعوا. شحال غتلقى؟ غتلقى ضيع 36 كرة وربعة دار فيهم خطورة وحدة سجلها وخرج واحد لعب. إوا هادي هي كرة القدم. حنا لا، حنا تنحسبوا شحال من كرة ضاعت له الأولى الثالثة يخرج بحالته، وحتى المدرب معاه ضيعتي سير بحالتك. ما كاينش في اوروبا تضيع له تصفق عليه، هاد الاولى غتضيع الثانيه غتضيع، ولكن يمكن يسجلها، يمكن يمكن تبقى دائما نعم. كره حنا باقي عندنا الفلسفه ديال الكره باقي ما عارفينها شيء. الكره عندها عندنا الفلسفه بحال ان المدرب غيبرمج هذوك اللعابه وغيدخلوا غيديروا مقابله مزيانه. المدرب الا بغى يكون مزيان يخلي اللعابه يلعبوا الكره وما يبقاش يغوت عليهم. انا في داك لو بوندوتوش لما تنشوف اللعاب تضيع له كره ولا المدرب تيكشكش تقول اسمح لي هذا كاع ما خصو يكون مدرب، وخذها مني يقينا ما خصوش يكون مدرب، ما يكونش مدرب، ما يصلحش يكون مدرب. اللاعب الا مشى للكره وضاعت ليه شجعوا سير نساها. مادام اللاعبين ديالنا بيناتنا في البطوله ديالنا باش نقول بانه راه صعيب نوصل للمستويات الكبيره ونحافظوا على التركيز، لما اللعابه بيناتنا تيبقاو يتهضروا بيناتهم تيتهضروا بيناتهم بحال هذاك الخطا اللي دار اللي دار الحارس ديال القاعه ديال القاعه لما عطى الكره وبقات تترف سالينا من داك الشيء. خليه لعب الكره دخلت الشبكه ياك، ياك دخلت الشبكه وعلاش نطعنوا راسنا انا وياك صافي. ها اللي وقع وقع صافي صافي تا تا بالنسبه للكره ديال الكره ديالنا. الكره في المغرب خصها تمشي لواحد هاد خص المدربين خصهم دار لهم واحد الدوره تكوينيه انكم ما تبقاوش تهضروا مع اللعابه بهذا المنطق ديال علاش عطيك الكره، حيت اللاعب الا ضاعت له الكره وغوتي عليه غادي يولي لك ديك الكره سهله يشدها يعطيها لواحد الخاوي. داك المبادره ولا داك الشيء اللي كان تيدار ما يبقاش يدار، غيشد الكره ما غيبغيش يراوغ، غتمشي ليا وغيغوت عليا المدرب شنو غندير؟ ايوا نعطيها غير الوسط. شكون يحل لك المشكل؟ ما يتحلش لانه لاعب عادي. فوالا صافي داك الشيء اللاعب الفرق ما غيدارش، ما غيدارش هي الفرق. سي مهدي سعيد شكرا. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. المباريات ديال البطوله غدا نذكر عليهم غدا مع المباراه الاولى مع اربعه مع اربعه ايوا غدا نذكر عطا الله ميتك غدا ان شاء الله. شكرا لكم، الى اللقاء غدا بحول الله.